هي ذكي صباح الخير. أخبار تتنقل قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشه التلفزيون المصري من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شادي. صباح الخير عليك يا جمانه وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. من اسبوعين تقريبا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على القانون رقم 183 لسنه 2023 بتعديل بعض احكام القانون رقم 204 لسنه 2020 بخصوص قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير. التصديق ده عكس اهتمام القيادة السياسية ببناء الوعي الثقافي والفني للإنسان. بناء الوعي ده لازم يبدأ من مرحلة الطفولة، من النشأ. الحقيقة أن القانون ده ما كانش هو البداية في خطة الدولة الواضحة والقوية لتنمية الوعي الثقافي عند المصريين. حيانه هذه الخطة بدأت من سنين ولسه مستمرة حتى الآن. ثمارها أيضا ظهرت بشكل كبير جدا في 2023، ومصر شهدت حراك ثقافي حققت من خلاله أهم المحاور الاستراتيجية اللي تضمنتها رؤية مصر 2030. حيانه 2023 كانت شاهدة على افتتاح 18 منشأة ثقافية بتكلفة وصلت ل 262 مليون جنيه، أيضا تدشين 6 مكتبات متنقلة بالمحافظات، 25 ألف فعالية منها 5000 فعالية موجهة لأهالي قرى المبادرة حياة كريمة الرئاسية، وكمان المناطق الأمنة بديل العشوائيات والمناطق الحدودية. كمان في نفس السنة كان فيه اهتمام كبير جدا بمكتبات المدارس والجامعات واللي تم تزويدها ب 70 ألف نسخة من الكتب، وتنظيم 22 مهرجان دولي ومحلي، بالإضافة أيضا إلى تنظيم 29 مسابقة لاكتشاف المواهب ودعم ذوي الهمم. كمان اتعمل حوالي 4000 فعالية سينمائية ضمن مبادرات سينما الشعب وأيضا السينما في الجامعة. الدولة المصرية كانت حريصة على أنها تحقق العدالة الثقافية. ليه أو إيه الهدف من ده؟ الهدف أنه مصر تقدر أنها تبني إنسان مصري مثقف قادر على مواجهة التحديات المستقبلية. وبالفعل تم دعم الموهوبين والمبدعين وتعمل برامج متنوعة للتمكين الثقافي لمختلف الفئات. وعشان يحصل التمكين ده لكل فئات المجتمع اتعمل كمان مشروع اسمه المكتبات المتنقلة اللي كان ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرى الريف المصري، عشان تضمن انه كل مواطن وكل طفل يقدر يوصل له حقه من هذه العدالة الثقافية. بكل تأكيد مصر قدرت خلال السنين اللي فاتت انها تستثمر مفردات القوى الناعمة في الحفاظ على هويتها الثقافية، وده كان واضح جدا. والنهاردة ان شاء الله هيكون عندنا فقرة مهمة جدا شاملة فيها عدد كبير جدا من المعلومات والتفاصيل المهمة عن هذا الإنجاز القوي اللي اتحقق في مجال الثقافة المصرية خصوصا في عام 2023. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي خلينا نروح نصبح على لميا حمدين تعرف معنا على أخبار الطقس والطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الخير يا لميا. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كمان في شبورة مائية كثيفة الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وقد تصل لحد الضباب، وده هيكون على بعض المناطق. متوقع كمان سقوط أمطار خفيفة متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على مناطق تانية من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة، وقد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى، وده هيكون برضو على فترات متقطعة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 22 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 26 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 15 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.
قعدتنا دايما في صباح الخير يا مصر، دايما بنفكر حضراتكم في اولى فقراتنا باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها القوات المسلحه هنأت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه حلول العام الميلادي الجديد 2024. كمان مركز الاصلاح والتاهيل بالعاشر استقبل وفد من الاعلاميين والمنظمات الحقوقيه. اخبار تانية كتير حصلت امبارح هنستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024. وذكر وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن رجال القوات المسلحة بيهنئوا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة وبيؤكدوا وفائهم لمسؤوليتهم ومهمهم المقدسة اللي بيحملوا أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدولة المصرية وحماية منجزاتها ومقدراتها ومصالحها القومية العليا تحت قيادتكم الصادقة الحكيمة. أيضاً بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. امبارح استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان وفد من الإعلاميين والمنظمات الحقوقية والجمعيات الخيرية للاطلاع على منظومة السياسة العقابية المطبقة داخله والتي تتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. امبارح حدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2023-2024. بحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعي تنتهي امتحانات منتصف الفصل الدراسي يوم الخميس 25 يناير 2024 وتستمر أجازة منتصف العام الجامعي لمدة أسبوعين. وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعي سواء للجامعات أو المعاهد فإن السبت 27 يناير هو موعد أجازة منتصف العام على أن تنتهي يوم الخميس 8 فبراير. ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتباراً من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوع تنتهي الخميس 30 مايو 2024 وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024 وفقاً لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية. أما بالنسبة لأخبار المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث حصلت في محافظات مصر امبارح، أبرزها أنه أكثر من 26 ألف مشروع في بني سويف استفادوا من مشروعك، وكمان تم الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك ب 54 شارع وحارة في مدينة القصية في أسيوط. أخبار تانية من محافظات مختلفة هتكون معنا في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار أبرزها أن محافظة بني سويف حتنفذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك، وصلت قيمة التمويل 2,395,438,000 جنيه. استفاد منها 26,332 مشروع صغير، وتم توفير آلاف فرص العمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية. محافظة أسيوط أعلنت أنه تم الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك بعدد 54 شارع وحارة من الشوارع الضيقة بمدينة القصية اللي بيصعب رصفها ودخول معدات الرصف ليها ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024 للتطوير والرصف وتركيب بلاط الانترلوك. مديرية الصحة بمحافظة دمياط أعلنت عن انتهاء خطة القوافل الطبية 2023 من قرية الإبراهيمية البحرية بمركز كفر سعد، واللي شهدت إطلاق قافلة طبية متكاملة استمرت يومين تردد عليها 1533 مواطن. خلال القافلة تم تحويل 7 حالات لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة، بالإضافة لإجراء 515 تحليل معملي. محافظة المنوفية أعلنت عن تحصين 362,612 رأس من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع من 19 نوفمبر بنسبة تنفيذ تقارب 97% من الأعداد المستهدفة بالحملة ضمن أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.
مطار مرسى علم الدولي استقبل على مدار ساعات أمس الجمعة ما يقرب من 4000 سائح يصلوا على متن 29 رحلة طيران، وضمن 121 رحلة طيران دولية هيستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي حتى الجمعة. وطبقت السلطات المختصة بمطار مرسى علم الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين. مديرية التربية والتعليم بقنا أعلنت استلام المديرية 15652 جهاز تابلت من مخازن الوزارة مع بدء إجراءات تسليمها للإدارات التعليمية والمدارس ليتم توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي العام الحكومي والرسمي لغات بعد اتخاذ الإجراءات وسداد الرسوم المقررة قانوناً. مديرية أوقاف شمال سيناء عقدت 27 جلسة تلاوة بالمساجد الكبرى بمدن شمال سيناء على مستوى إدارات الأوقاف الفرعية ضمن برنامج ختم القرآن الكريم صحح قراءتك، واللي أطلقته وزارة الأوقاف على مستوى جميع المديريات الإقليمية خدمة للقرآن الكريم وحرصاً على عمارة المساجد بتلاوته وختمه بصورة منتظمة. مشاهدينا فقراتنا مستمرة مع حضراتكم لغاية الساعة 10 صباحا. دلوقتي هنروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا، استنونا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، كمان في شبورة مائية قد تكون كثيفة الصبح بدري على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تصل لحد الضباب على بعض المناطق. الشبورة بدأت من الساعة 4 الصبح ومستمرة لحد الساعة 9 الصبح. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس والظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها. يعني يمكن امبارح بدأ الجو يتحسن شوية عن اليومين اللي قبله. بالفعل يمكن النهاردة كمان هيكون في مزيد من التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية. هيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير في أغلب أنحاء الجمهورية، وده بدوره هيحسسنا بالاستقرار وبالدفء وتلاشي فرص سقوط الأمطار من على أغلب مناطق الجمهورية فيما عدا بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد اللي هي المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، أمطار خفيفة جدا غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية، ممكن كمان نلاحظها في بعض المحافظات والمحافظات الأخرى لا. فبالتالي استقرار في الأحوال الجوية، طقس مشمس ودافي تماما خلال فترة النهار في أغلب المحافظات، ونقدر نوصفه أنه أساس في طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية، محافظات شمال الصعيد، مائل للحرارة كمان على المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده خلال فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخلنا في فترة الليل أكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده بيكون ملحوظ أكثر في فترة الفجر وفترة الصباح الباكر، ودي الأوقات اللي احنا بنسجل فيها درجة الحرارة الصغرى اللي بتوصل ل 13 و14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. فبالتالي أجواء باردة إلى شديدة البرودة في معظم أنحاء الجمهورية، وخاصة في المحافظات اللي لها ظهير صحراوي بشكل كبير زي محافظات شمال الصعيد، الأماكن المفتوحة، المدن الجديدة. دايما في حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، الظاهرة الجوية اللي بتكون مؤثرة هي الشبورة المائية. اليوم شبورة مائية كثيفة توصل أحيانا لحد الضباب في بعض الأماكن من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، مدن القناة، السواحل الشمالية، وسط سيناء، يمكن أغلب المناطق الشمالية عليها شبورة مائية. في الطرق المؤدية من وإلى محافظات الصعيد انخفض الرؤية إلى أقل من 1000 متر، يعني وصلت لحد الضباب. عشان كده مهم جدا دلوقتي واحنا سايقين على الطرق لازم ناخد بالنا، تكون القيادة بهدوء تام، نتبع كافة تعليمات المرور ونشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات. مهم كمان ناخد بالنا من نوعية الملابس،
وما نخدعش بالدفء والاستقرار فترة النهار، ونغير نوعية الملابس لأن فترات الليل فيها برودة جديدة، فلازم ملابس شتوية على مدار اليوم كله، شتوية ثقيلة فترات الليل متقفل فترات الصباح الباكر. على مدار هذا الأسبوع إن شاء الله يمكن لحد يوم الأربعاء اللي جاي فرص الأمطار هتبقى موجودة فقط في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وهتكون ما بين خفيفة المتوسطة، يعني أنت متوقع غدا إن هي تزيد عن الخفيفة تصبح خفيفة المتوسطة بسبب وجود منخفض جوي مش متعمق بشكل كبير على مسطح البحر المتوسط، فبالتالي فرص الأمطار هتزيد ما بين الخفيف والمتوسط، لكن ما فيش منها قلق تماما، نقدر نستمتع بليلة رأس السنة في أغلب المناطق الجمهورية، وناخد بالنا بس من نوعية الملابس وإن شاء الله أجازة سنة سعيدة. طيب ده هيخليني أسألك على حركة الملاحة البحرية على البحرين والرياح ونسبة الرطوبة. هو طبعا في اعتدال في سرعات الرياح بشكل كبير في كافة مناطق الجمهورية وأيضا على البحر المتوسط والبحر الأحمر، فده هيؤدي في أن ارتفاع الأمواج هيكون معتدل بشكل كبير لا يتجاوز 2 متر على البحرين، فالبحر الأحمر والبحر المتوسط معتدلين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. بالنسبة لنسب الرطوبة، هي نسب الرطوبة خلال فترات الليل مرتفعة بشكل كبير، وده بيؤدي لتكون الشبورة المائية، كمان المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا هيحدث الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، فهي بتتجاوز 80 و85%، أحيانا بتوصل ل 90% خلال فترة الليل في المحافظات الشمالية. خلال فترات النهار ما بتبقاش مرتفعة بالشكل الكبير، يعني خلال فترة النهار لو احنا بنبص هنلاقي في سحب منخفضة متوسطة، فده معناه ان الرطوبة موجودة في طبقات الجو العليا. في فترة النهار ما بين 35 ل 40% في المناطق الشمالية، دي نسب رطوبة تعتبر منخفضة للاجواء الشتوية. طب على ذكر ليلة رأس السنة بقى، اليوم ده او الليلة دي نقدر نروح فين بالظبط الجو يكون فيها دافي شوية عن بقية المناطق التانية؟ احنا طبعا عندنا المحافظات الساحليه المطله على البحر الاحمر اغلبها طقسها دافي فتره النهار ومشمس، مفيش اي فرص للامطار في المناطق دي، وطبعا المناطق الجنوبيه الاقصر واسوان طقسها دافي تماما مفيش اي فرص لسقوط الامطار، فبالتالي اغلب المناطق الجنوبيه نقدر نستمتع بالاجواء فيها بشكل كبير، الطقس دافي فتره النهار، فترات الليل ايضا درجات الحراره مش منخفضه بالشكل الكبير، لكن المناطق اللي موجوده في شمال الصعيد او في المناطق الشماليه الصغرى فتره الليل فيها بتنخفض، لكن ايضا نقدر نستمتع بالاجواء، لكن نخلي بالنا يعني احنا في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط نخلي بالنا بس من فترات الليل، لان فترات الليل بيكون فيها بروده بشكل كبير وخاصه في وقت الفجر او وقت الصباح الباكر. صحيح يا دكتور، الشتاء السنه دي هيكون يعني اكثر دفئا عن السنوات اللي فاتت؟ هو هيكون قريب الشبه للسنه اللي فاتت، يعني الشتاء هذا العام في درجات الحراره زي السنه اللي فاتت تقريبا، في درجات الحراره هنلاقي في معظم الايام درجات الحراره هتكون حول المعدلات، يعني ما فيهاش انخفاضات شديده او ملحوظه او غير مسبوقه في قيم درجات الحراره، لا حول المعدلات الشتويه اللي احنا متعودين عليها في جمهوريه مصر العربيه، لكن احنا تحديدا خلال هذا العام بيأثر علينا ظاهره النينيو، وظاهره النينيو ده نمط مناخي بيؤدي لارتفاع في متوسط درجات الحراره العالميه لسطح الكره الارضيه ككل، فده ممكن يخلي الشتاء خلال هذا العام في بعض حالات عدم الاستقرار يكون في عنف في الظواهر الجويه، تطرف مناخي بشكل كبير، معدلات امطار في بعض الاماكن ممكن تزيد او ممكن تقل في اماكن متعوده على الامطار، فبس احنا هنشوف بعض حالات عدم الاستقرار هيكون فيها عنف ظواهر جويه بشكل كبير، تطرف مناخي بسبب ان ظاهره النينيو بتؤدي لبعض التغيرات المناخيه وبتزود قوه التغيرات المناخيه. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 22 والصغرى 14، العاصمه الاداريه 22-13، اسكندريه 21-13، العلمين الجديده 21-13، مطروح 21-13، ودمياط 21-14، بورسعيد 21-13، الاسماعيليه 23-12. السويس العظمى فيها 22 والصغرى 14، العريش 21-14، كاترين 15-5، طابة 23-15، حلايب 23-19، شلاتين 26-18، شرم الشيخ 25-16، الغردقة 25-15. الفيوم العظمى فيها 22 والصغرى 12، بني سويف 22-11، الوادي الجديد 24-11، أسيوط 22-10، وسوهاج 23-11، قنا 25-12، الأقصر 25-11، وأخيرا أسوان العظمى فيها 26 والصغرى 12.
مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لجمانة وشاذلي نكمل معهم فقرات. شكرا لك يا لمي. مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم نتعرف على أبرز وأهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، واللي هنستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل الثانوي الأزهري، وهيؤدي طلاب الصف الأول الثانوي للقسم العلمي امتحاناتهم في مادتي الفقه والجبر وحساب المثلثات، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي امتحاناتهم في مادتي الفقه والجبر، كما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم الأدبي امتحاناتهم في مادتي الفقه وعلم النفس، أما الصف الثاني الأدبي فهيؤدوا امتحاناتهم في مادتي الفقه والعروض والقافية. النهارده هيعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمة المنتخب النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 اللي هتنطلق 13 يناير، وشهدت القائمة المبدئية اللي كشف عنها الاتحاد الإفريقي الكاف للمنتخب الوطني للمشاركة في أمم إفريقيا 55 لاعب استعداداً لخوض البطولة الإفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار الشهر القادم. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 11 من عمر المسابقة، هيلتقي البنك مع المقاولين الساعة 4 العصر، وفي 7 بالليل هيلتقي زاد مع طلائع الجيش، وفي نفس التوقيت يلتقي أمبي مع بلدية المحلة. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع ست مباريات قوية في إطار الجولة 20 من عمر المسابقة، هيلتقي لوتون تاون مع تشيلسي في تمام الساعة 2:30 عصراً، وفي الخامسة مساءً هيلتقي كريستال بالاس مع برنتفورد، في نفس التوقيت هيلتقي مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد، وأستون فيلا مع بيرنلي، وولفرهامبتون مع إيفرتون، وسبعة ونص بالليل هيلتقي مانشستر يونايتد مع نوتنغهام فورست. على شواطئ مدينة مرسى مطروح انطلقت مسابقة لصيد الأسماك للهواة، بيتم تنظيمها بمشاركة 13 فريق بينهم أربع فرق للسيدات. إجمالي المشاركين في المسابقة 78 لاعب ولاعبة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عنها مع الكابتن مصطفى العطريس منسق مسابقة صيد الأسماك للهواة، تعرف منه على تفاصيل أكتر. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني لو تقول لنا وتوضح لنا فكرة هذه المسابقة، يعني الفكرة اللي قامت عليها مسابقة صيد الأسماك للهواة. تمام. طبعا احنا مش أول مرة بنعمل المسابقة دي، يمكن دي المرة الثالثة على التوالي. طبعا تحت قيادة وأشرف السيد اللي هو خالد شعيب اللي هو بيدعمنا دايما باستمرار، يعني صراحة التنشيط الصيد السياحي في مطروح. اللي يختلف السنة دي بقى إن عدد الفرق زاد عن السنة اللي فاتت. عندك حضرتك السنة اللي فاتت احنا كان كل اللي اشتركوا 8 فرق، كان فيهم فريق واحد نسائي. السنة دي في إقبال جامد قوي، يعني من السيدات ولا في المطلق؟ من السيدات والرجال، من الاثنين. عندك حضرتك السنة دي تقدم أربع فرق أنسات وسيدات أعمار مختلفة طبعا. يعني بدأ من 10 سنين لغاية 50 سنة. 10 سنين؟ طب ده سن صغير يعني. بس طبعا بيبقى إيه بوافقة ولي الأمر طبعاً. يعني في مدرب موجود معاهم، مش أكيد أي حاجة. طبعا. وكان 9 فرق رجال و4 سيدات وانسات، يعني اعمار مختلفه كلها يعني. وكان في اكتر من كده كتير عايزين نقدمه، بس عدد المراكب عندنا محدود شويه. ما احنا بنزود بقى نسخه بعد نسخه، بنزود عدد المشاركين. ازاي بقى بيتم اختيار هؤلاء المشاركين؟ مش اختيار، هو يعني برغبتهم هم، لان عندنا الهوايه دي بس العدد زي ما حضرتك قلت ان العدد اللي بيبقى عايز يشترك في هذه المسابقه بيكون عدد كبير، فاحنا بنقتصر العدد على عدد معين في النهايه. ازاي بقى بنختار يعني هذا العدد؟ بحد اقصى، مش بنزود زياده عن اللزوم. يعني مثلا يعني اقصى حاجه مثلا في المشاركه بيبقى 15 فريق بنزود. تمام. هو يعني احنا حصرناها مثلا عشان قله المراكب كانتش متوفره كتير. لان طبعا المركب اللي تشارك في المسابقه لازم ليها تجهيزات خاصه يعني وحاجات زي كده، مش اي مركب يعني. طيب يا فندم، هل كل المتسابقين والمتسابقات من محافظه مطروح ولا في مشاركين من محافظات اخرى؟ لا يعني هم مقيمين في مطروح، وفي ناس جولي من القاهره امبارح في المسابقه.
يعني في ناس شاركت في المسابقه من القاهره امبارح. طيب طرق التقديم كانت ايه وهل في شروط معينه للتقدم في المسابقه؟ لا ما فيش اي شروط، المهم يكون ملم طبعا عشان في بعض اسماك عندنا هنا هو تعتبر سامه يعني، فبيبقى على الدرايه بالانواع دي هي. يعني عندنا ثلاث انواع دول مش مدركين داخل المسابقه، عندنا سمكه اسمها القراد وعندنا سمكه اسمها الاسد وسمكه اسمها بلم، دول خلاف يعني ايه خارج المسابقه بيبقى. طيب كابتن مصطفى عشان يكون في منافسه لازم يكون في اكيد تساوي في عدد الافراد في كل فرقه. الفريق بيبقى الفريق بيتكون بحد اقصى خمس افراد. خمس افراد نفترض ان الفريق مثلا اربع افراد برغبتهم بس ما يزيدش عن خمس افراد. تمام، هل بقى بيكون في شرط مثلا ان كل فريق يكون في سيده مثلا يكون في طفل او كده ولا؟ لا مفيش شروط يعني. مفيش شروط هو. لا. طيب وفوز كل فريق يا فندم بيبقى متعلق بايه؟ يعني ايه شروط الفوز لكل فريق؟ هو طبعا الفريق شروط الفوز بيبقى وزن السمك اللي بيجيبه بيتوزن. في طبعا لجنه تحكيم مكونه من خمس افراد بيوزنوا السمك بتاع الفريق كله. علاوه على اكبر سمكه دي برضه بتخش بيبقى لها جائزه منفرده. يعني لو فريق الوزن بتاعه ما كانش اكبر وزن بس قدر ان هو يصطاد اكبر سمكه دي ليها جائزه ثانيه. دي بقى تبقى جائزه منفرده لشخص. اكبر سمكه. انما الفريق بقى بالوزن وزي ما احنا قلنا طبعا اسماك معينه. ده رزق يا كابتن سمك. مصطفى ده رزق في الاول وفي الاخر. يعني طبعًا. هم كده برضه هواه مش محترفين يعني. يعني وفي برضك لازم يكون ملم يعني بال طبعا. ايه انواع الاسماك اللي موجوده يا فندم؟ نعم فندم. ايه انواع الاسماك اللي بيصطادوها الموجوده عندكم في مرسى مطروح؟ لا انواع كتيره جدا يعني. في سمكه اسمها قنش دي كبيره. شراغيش، مرجان، بربون، بغبغان. لا انواع كتير جدا. طيب الجوائز عباره عن ايه بقى؟ عدد يعني الاسماك اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه؟ السم. طيب الجائزه بقى بتكون عباره عن ايه بالنسبه للفريق اللي فاز؟ يعني بتبقى حاجه خاصه بالصيد غالبا يعني. ادام ادوات صيد. برضك ايه اللي هو اكتر يعني. المسابقه بتستمر لمده كام يوم يا فندم؟ لا هي يوم واحد. هي يعني يوم واحد من كام واحد. يعني توقيتها قد ايه؟ من كام لكام؟ الساعه كام لساعه؟ من الساعه 7 صباحا لغايه الساعه 4 ونص عصر. طيب اوكي. كابتن مصطفى حضرتك قلت انه المحافظ بيدعمكم، ايه شكل الدعم؟ ده حاجات كتير قوي يعني. زي ايه مثلا يا فندم؟ يعني بيوفر لنا طبعا مثلا في المسابقه في بيبقى الطبيب معانا عشان لا قدر حد تعب بتاع يعني اي طلب احنا بنطلبه من استاذ المحافظ بيقف معانا فيه. طيب هل بالفعل حصل اي موقف او حصل يعني اي موقف استدعى مثلا اسعافات اوليه او يعني اي موقف من الحوادث اللي ممكن تحصل في البحر؟ بيحصل. حصل امبارح مثلا في المسابقه ان في واحد تعب جاله دوار بحر. وده عادي بيبقى شيء وارد يعني بيبقى طبعًا. اول مره ينزل مثلا البحر بتاعه فحصل امبارح فعلا ان واحد تعب في لانش مخصوص الموضوع ده هو طلع جابه ورجع. عظيم جدا. طب السمك بيروح فين يا كابتن؟ السمك اللي بيصطادوه هم بياخدوه؟ المتسابقين بياخدوه. يعتبر برضه من الجوائز يعني. ده يعني من كل واحد بياخد رزقه يعني اللي بيجي السمك بياخده. تمام يا كابتن، كل الشكر ليك كابتن مصطفى العتريس المشرف على مسابقه صيد الاسماك للهواه بمرسى مطروح، شكرا جزيلا ليك. طيب نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، والحقيقة إنه الدولة المصرية وضعت سيناء على خارطة التنمية الشاملة ورسمت ليها مسار تنموي ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة الحقيقة لتعمير أرض الفيروز. كمان الدولة وضعت التنمية الزراعية بسيناء تحديدا على رأس أولوياتها باعتبارها أحد أهم عوامل الجذب السكاني، ده غير الاستفادة كمان المهمة من المحاصيل الزراعية المختلفة بعد زراعتها في آلاف الأفدنة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر يا جمال عن هذا الأمر وعن أهمية التنمية الزراعية في سيناء ومردودها الإيجابي على القطاع الزراعي والتنمية الزراعية في مصر بشكل عام، وكمان كيفية الاستفادة من الأراضي السيناوية في الزراعة. معانا على التليفون الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. يا دكتور صباح الخير. صباح الخير يا فندم والساده المشاهدين. يا اهلا بيك. احنا شايفين ان في تطوير غير مسبوق
بيحصل في سيناء وتحديدا في القطاع الزراعي، لو نتعرف من حضرتك ايه اللي تم بالظبط في هذا المجال في سيناء؟ هو طبعا زي ما سيادتك عارف منذ تولي فخامه الرئيس امور البلاد في 2014 وفي اهتمام كبير بسيناء العزيزه علينا جميعا، فتم في البدايه طبعا يعني الاهتمام بالنواحي الامنيه، وبعد كده بقى دخلنا في المجالات التنمويه المختلفه ومن اهمها طبعا قطاع الزراعه. زي طبعا سيادتك عارف قطاع الزراعه يعني بيحقق الامن الغذائي ويوفر فرص عمل للمواطنين وبيزود الصادرات الزراعيه، وطبعا منطقه سيناء العزيزه علينا كلنا بتقوم بدور كبير في هذا المجال، وخاصه بيتم فيها الانتاج الزراعي النظيف. احنا بقى في الفتره الاخيره تم بناء 18 تجمع تنموي زراعي في سيناء، 11 تجمع في شمال سيناء وسبع تجمعات في جنوب سيناء. هذه التجمعات على مساحه حوالي 11,000 فدان، استفاد منها حوالي 2122 اسره، تم تجهيزها بحوالي 286 بئر جوفي لري هذه الاراضي. وطبعا هذه المشروعات المجمعات التجمعات التنمويه يعني تم تسكينها او توزيعها يعني على الجزء الاكبر منها من اهالي سيناء العزيزه وجزء اخر من الوافدين من محافظات الدلتا والوادي القديم، بحيث يعني يبقى في اندماج ما بين الخبرات بتاع اهل سيناء وما بين المحافظات الاخرى، ويبقى في تجانس وفي من الخبرات المتبادله ما بين الوادي الجديد وما بين القديم اسف وما بين سيناء. اتفضل. طيب يا فندم، حضرتك ذكرت مساحة كبيرة الحقيقة منزرعة في سيناء، يعني آلاف الأفدنة، على أي أساس يعني مين اللي بيختار المحاصيل اللي مزروعة في هذه الأفدنة أو اللي هيتم زراعتها؟ تمام، احنا عندنا زي ما سيادتك عارفة في وزارة الزراعة وإصلاح الأراضي في مركزين، مركز بحوث زراعية ومركز بحوث الصحراء. هذه المراكز متخصصة قبل ما بيتم استصلاح الأراضي بيتم اخذ عينه من هذه الاراضي وتحليل التربه اللي فيها وتحليل عناصرها المختلفه، وبالتالي بنقترح والميه ايضا، فبالتالي بنقترح التراكيب المحصوليه والمحاصيل اللي تجود في هذه المنطقه. وعلى هذا الاساس طبعا يعني حضرتك عارفه يعني ربنا سبحانه وتعالى من اقسم بسيناء وقال وطول التين والزيتون وطول السنين، فيعني من اهم المحاصيل في سيناء يعني منذ قديم الازل اللي هو الزيتون. فوزاره الزراعه بتوفر الشتلات الزيتون اللي هي الجيده عاليه الانتاجيه اللي هي المناسبه لهذه التجمعات الزراعيه لاهلنا في سيناء. عظيم. دكتور علي، الرئيس دايما لما بيجي يتكلم عن المشروعات الزراعيه دي وكان بيتكلم عن مشروع مستقبل مصر كان بيقول ايه؟ بيقول ان احنا لازم نعرف الناس الميه اللي جايه لري هذه الارض جايه منين؟ فحضرتك ذكرت انه في مياه جوفيه، هل عندنا محطات تحليه، محطات معالجه عشان تساعد في ري هذه المساحه الكبيره من الاراضي؟ وطبعا كلام سيادتك مظبوط، احنا بنعتمد على المياه الجوفيه وبنعتمد ايضا على اكبر محطه تحليه في المنطقه اللي هي محطه تحليه معالجه مياه بحر البقر، وديت يعني محطه نموذجيه وعالميه بتوفر كميه كبيره لري منطقه هذه المنطقه والمستقبلة ان شاء الله تعالى باذن الله يعني للتوسعات الاخرى. وهذه المياه يعني بيتم معالجتها بطريقه معينه بحيث يعني بتكون حتى قريبه من يعني صالحه للزراعه لا صالحه للشرب كمان. واخد بال سيادتك؟ لان الهدف الاساسي ان احنا نعظم العائد من وحدتها الارض مياه صحيح في هذه المناطق ونستخدم نظم الرؤيه الحديثه والاساليب الزراعيه الحديثه. طب يا فندم، الاسر اللي قدرت انها تستفيد من يعني هذه المبادرات ومن فكره زراعه هذه الافدنه في سيناء، هل تم تدريبهم على استخدام الالات الحديثه ولا ايه اللي حصل؟ تمام، هو طبعا في البدايه احنا في زي ما قلت لسيادتك في 18 تجمع تنموي، واحنا عملنا ثلاث تجمعات زراعيه من خلالهم نوفر الالات الزراعيه لخدمه هذه الاراضي، وطبعا بنوفر لهم الارشادات يعني بنقول لهم التدريب والورش العمل وبنعمل لهم حقول ارشاديه بحيث نرفع مهاراتهم ونرفع مستوى قدراتهم ونرفع قدراتهم بحيث ازاي يتعاملوا الناس اللي هم جايين من المحافظات اللي هي الدلتا. فطبعا يعني الزراعه في الدلتا غير الزراعه مختلفه طبعا، طبيعه التربه كمان مختلفه
سيادتك زي ما سيادتك قلت طبيعه التربه وطبيعه المياه والظروف الجويه والمحاصيل اللي هناك، فبالتالي احنا بنعرف الساده المواطنين المنقولين الى هذه المناطق بمواصفات الزراعه الجيده، وبنعمل لهم حقول ارشاديه وبنعمل لهم ندوات باستمرار بحيث نعرفهم على الاساليب الملائمه والحديثه لزراعه هذه الاراضي والحصول على اعلى انتاجيه واستخدام وترشيد استخدام مياه الري وتحقيق مستوى حياه غنيمه لها. عظيم، ايه ابرز المحاصيل الزراعيه اللي بنستخدم فيها النظم الزراعيه الحديثه؟ وطبعا زي ما سيادتك عارف يعني احنا في نسبه في منطقه سيناء يعني النظم الزراعيه الحديثه بتستخدم في جميع المحاصيل الزراعيه، لكن لو احنا بصينا لمنطقه سيناء العزيزه طبعا زي ما قلت سيادتك الزيتون عشان برضك يبقى نعمل زيتون ويبقى زيتون زيت بحيث يبقى تقوم صناعات على يعني عفر الزيتون. طيب دكتور علي الزيتون. عشان نفهم اكتر والناس تفهم، ايه هي النظم الحديثه اللي استخدمناها في زراعه الزيتون؟ ايوه انا بقول لسيادتك احنا من بدايه الارض الزراعه بنجهز الارض بالزراعه باسلوب علمي، التسويه بالليزر، بنعرف الشغلات ارض بتكون ملائمه لهذه الاراضي، نظم الري الحديثه زي ما سيادتك شايف اللي هي نظم الري والرش والتنقيط ونظم الري الحديثه ديت، ازاي التعامل مع المنتجات المختلفه، بنعرفهم ايضا ان هذا المكان عاوزين تطلع منه منتجات زراعيه نظيفه. فتبقى معتمده على الزراعه العضويه، معتمده على الاسمده اللي هي الكمبوست والاسمده الحيويه بحيث يعني يبقى الزراعه انتاج عضوي والناحيه الثانيه ونظيف يساهمني في الانتاج المحلي هنا وفي تصدير يساهمني في زياده التصدير الخارجي. طيب دكتور علي، من ضمن يعني اهم المحاصيل بالنسبه لنا كمصريين ومن ايضا يعني محصول استراتيجي هو القمح، هل ممكن زراعه القمح في سيناء؟ وطبعا من الممكن زراعه كل يعني المحاصيل الاستراتيجيه كلها هناك، لكن زي ما قلت سيادتك يعني كل منطقه بتجود يعني الانسب ليها في هذا المكان، الزيتون والنخيل والتمور بشكل عام، وزي ما سيادتك قلت كده برضك محاصيل اللي هي الحبوب زي القمح، فكل المحاصيل يعني ان شاء الله هتبقى مناسبه لهذه المنطقه، لكن التركيز الاكثر والاكثر يعني جوده، يعني زي ما سيادتك كل منطقه لها مزايا نسبيه. مفهوم يا فندم. بالظبط كده، فيعني افضل ليها لهذا المكان اللي هو الزيتون والنخيل وزي ما سيادتك جزء من الحبوب والحاجات دي برضك ان شاء الله، وايضا احنا موفرين لهم في هذا المكان يعني شبه انتاج بس نباتي فقط، هيبقى في انتاج نباتي وفي انتاج داجني وهيبقى برضك في صوب زراعيه وفيه مناحل بحيث يبقى عظيم جدا مجمع زي ما حضرتك ذكرت كده مجمع تنموي. شكرا جزيلا دكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصاديه بوزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية الجديدة بتعتبر أكبر مدينة فنية وثقافية في الشرق الأوسط، صرح جديد بيعكس رؤية مصر للنهوض بالفن والثقافة بالجمهورية الجديدة، أيضا تنمية الهوية الوطنية. خلينا نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكثر عن مدينة الثقافة والفنون في سياق هذا التقرير. هي أكبر مدينة فنية وثقافية في الشرق الأوسط، صرح بقلب العاصمة الإدارية الجديدة يعكس رؤية مصر للنهوض بالفن والثقافة بالجمهورية الجديدة بما يسهم في تنمية الهوية الوطنية والتعبير عن القيم والمبادئ الإنسانية ويفتح آفاق جديدة للتعاون والحوار مع العالم. إنها مدينة الثقافة والفنون. تمتد مدينة الثقافة والفنون على مساحة 127 فداناً وتضم 12 مبنى فني وثقافي ما بين مسارح ومكتبات ومتاحف وقاعات عرض ودار أوبرا فريدة من نوعها. تهدف المدينة إلى أن تكون منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي للمنطقة وأيضاً إلى تشجيع التواصل والتبادل بين الفنانين والمثقفين والجمهور وتقديم العروض والحفلات والمعارض والمؤتمرات والندوات العالمية والمحلية وتوثيق تاريخ مصر وحضارتها وفنونها. من أبرز المباني في المدينة دار الأوبرا
التي تعد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط بسعة 3500 فرد، ومجهزة بأحدث التقنيات الهندسية وأنظمة الإضاءة والصوت، وتضم قاعة للعروض الأوبرالية والموسيقية ومتحف للأوبرا وتاريخها بمصر ومكتبة موسيقية واستوديو تسجيل صوتي وثلاث قاعات للتدريب على الغناء والعزف. كما تضم المدينة مسرح رمسيس الثاني، وهو مسرح مكشوف يستوعب 30,000 شخص، ويقام فيه حفلات عالمية ومحلية على أرض مصرية. والمسرح مستوحى من معبد أبو سمبل، ويضم تمثالاً ضخماً للفرعون رمسيس الثاني. كما تشمل المدينة أيضاً قاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 شخص، مجهزة بأحدث التقنيات، وتقام فيها حفلات تكريم وتوزيع جوائز ومؤتمرات وندوات، بالإضافة إلى المسرح الصغير الذي يضم قاعتين تستوعبان 750 فرداً للعروض الخاصة، ومسرح الجيب الذي يستوعب 50 شخصاً، ومسرح الحجرة ومركز الإبداع الفني، وقاعة العرض السينمائي التي تتصل بالأقمار الصناعية لعرض الحفلات الفنية المختلفة. ومن المباني الثقافية المهمة بهذا الصرح الذي ولد عملاقاً متحف عواصم مصر، الذي يروي تاريخ مصر من خلال سيناريو عرض متحف متفرد وصور ووثائق للعواصم القديمة والحديثة منذ الفراعنة وحتى العصر الحالي. ومتحف للفن الحديث بحديقة الأوبرا يضم محتويات متنوعة للفنانين عالميين ومصريين، ومكتبة العاصمة الإدارية التي تتسع لستة آلاف شخص، وتضم أقساماً لفنون الرسم والنحت والموسيقى والأدب والشعر، وتحتوي على مجموعة كبيرة ومتميزة من الكتب والمراجع والمخطوطات والوثائق النادرة. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لأهم الأخبار مع لاميا. شكراً لك شاذلي. الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. استشهد صحفي فلسطيني وأصيب آخرون فجر اليوم في غارة إسرائيلية على مخيم نصيرات وسط قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل الصحفي، مما أدى لاستشهاده وعدد من أفراد عائلته. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر الماضي، مما أدى لاستشهاد أكثر من 21,000 مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لنحو 55,000 مصاب وآلاف المفقودين في حصيلة غير نهائية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدتي قصر وبيتا بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن جيش الاحتلال داهم خلال اقتحامه منزلا وحطم محتوياته. وفي مدينة قلقيلية اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع. رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. وشددت الوزارة على أن إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعية، وتصريحات مسؤوليها وممارساتها وحربها التدميرية على قطاع غزة هي إبادة جماعية، كما أن تشبيه الشعب الفلسطيني بالحيوانات البشرية وأطفال الظلام تعكس نوايا قوات الاحتلال بارتكاب هذه الجريمة. وطلبت الخارجية الفلسطينية محكمة العدل الدولية بسرعة الاستجابة إلى طلب جنوب أفريقيا للإجراءات المؤقتة وبشكل عاجل من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من خلال إصدار قرار بوقف العدوان وإطلاق النار.
قالت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين أقر صفقة محتملة لبيع بنادق M107 والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار. وأضاف البنتاغون أن الوزير بلينكين حدد أن هناك حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الأسلحة على الفور لإسرائيل، مما يعلق شرط مراجعة الكونغرس للصفقة. أدانت وزارة الخارجية السودانية بأقوى العبارات عملية النهب التي قامت بها قوات الدعم السريع في مستودعات برنامج الغذاء العالمي بالجزيرة، والاستيلاء على أكثر من 2500 طن من المواد الغذائية كانت مخصصة لمساعدة النازحين من الاشتباكات. وجددت الوزارة الدعوة للمجتمع الدولي لتجاوز مرحلة الإدانات اللفظية لممارسات قوات الدعم السريع واتخاذ خطوات فاعلة لمواجهتها. وأشارت إلى ما أوضحه برنامج الغذاء العالمي من أن هذه المواد الغذائية المنهوبة تكفي لإطعام أكثر من 1.5 مليون من المواطنين المتضررين، إلى جانب ما تسبب فيه هجوم قوات الدعم السريع على مدن وقرى ولاية الجزيرة وتشريد مئات الآلاف من المواطنين والنازحين. أعلن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود تعليق عملياتهما في ولاية الجزيرة بالسودان بعد تعرض منشآتهما للنهب. وأوضح برنامج الأغذية العالمية أنه اضطر لوقف توزيع المساعدات في ولاية الجزيرة بعد نهب مخزن يحوي إمدادات تكفي 1.5 مليون شخص لمدة شهر، فيما أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن مجمعها في ويد مدني عاصمة ولاية الجزيرة تعرض لهجوم مسلح في 19 ديسمبر الجاري، وتم سرقة سيارتين ومحتويات أخرى. ويهدد وقف برنامج الأغذية العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود عملياتهما بتفاقم الأزمة الإنسانية للاشتباكات التي تدور في السودان منذ أكثر من 8 أشهر. مشاهدينا، انتهى موجز 8 ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدأ نشرتنا مع البرتغالي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، واللي طلب من الجهاز الطبي للفراعنة تقرير نهائي عن المصابين قبل إعلان قائمة المنتخب النهائية لبطولة أمم أفريقيا، وبيعاني عدد من لاعبة المنتخب من الإصابات، من أبرزهم محمد الشناوي وعمر كمال عبد الواحد ومحمد النني. ومن المقرر حسم فيتوريا موقف هؤلاء اللاعبين بعد الاطلاع على التقرير. بعثة منتخب تنزانيا هتوصل القاهرة النهاردة، وده لخوض معسكر مغلق لحد ميعاد مواجهة منتخبنا الوطني وديا يوم 7 يناير اللي جاي. ويخوض منتخب مصر بقيادة البرتغالي فيتوريا مباراة ودية قدام منتخب تنزانيا في إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024، واللي هتستضيفها كوت ديفوار بدءا من 13 يناير الجاي. لاعبة فريق نادي الزمالك خاضت تقسيمة فنية في ختام تدريبات الفريق اللي أقيم على ملعب النادي تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني، وشارك مصطفى شلبي جناح الزمالك في التقسيمة الجماعية بصورة طبيعية، وده بعد ما تم شفائه من الإصابة اللي كان بيعاني منها. وخاض الحراس تدريبات بدنية وفنية تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، وده لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة اللي جاية. نادي أسوان الرياضي أعلن التعاقد مع نيجيري إيكي جوليوس قادما من نادي رينجرز النيجيري في أولى صفقاته في الانتقالات الشتوية لتدعيم الفريق في دوري المحترفين. وحصل المسؤولين في نادي أسوان على توقيع اللاعب النيجيري لمدة 2.5 موسم. النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي تصدر التشكيل المثالي لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار العام الجاري 2023. ونشرت شبكة سوفا سكور العالمية فريق العام في الدوري الإنجليزي 2023، وجه النجم المصري محمد صلاح في صدارة خط الهجوم بحصوله على تقييم بلغ 7.48 درجة بعد المستويات الرائعة اللي قدمها مع ريدز في البريميوم ليج.
أليو سيسي المدير الفني لمنتخب السنغال حامل لقب كأس أمم أفريقيا أعلن قائمة منتخب بلاده اللي هتشارك في كأس أمم أفريقيا 2023 واللي هتنطلق في كوت ديفوار بين 13 يناير لحد 11 فبراير، بتضم قائمة السنغال النسخة اللي جاية من كأس أمم أفريقيا 27 لاعب على رأسهم القائد كوليبالي ونجم الهجوم ساديو ميني بجانب الحارس إدوارد ماندي. كمان البرتغالي خوسيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا كشف القائمة النهائية للنصور لخوض نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، وتصدر فيكتور أوسايمون هداف فريق نابولي قائمة منتخب نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية بالإضافة للنجم سامويل شوكوفيزي لاعب ميلان. نادي ريال مدريد الإسباني أعلن تجديد عقد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى عام 2026 اللي جاي، وبكده بينهي الشكوك العديدة اللي أثيرت حول مستقبله الفترة اللي جاية. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نرجع ليا جمانة أو شازلي نكمل معهم فقرتنا. شكرا ليك يا لمي. طبعا في اهتمام كبير جدا بقطاع الصناعه في مصر، الاهتمام ده اترجم لعدد كبير من المبادرات والخطط والاستراتيجيات المختلفه، وابرزها طبعا ابرز هذه المبادرات كانت مبادره ابدا لتطوير الصناعه المصريه، واللي اطلقها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتوطين الصناعات الوطنيه للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات. ده طبعا من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطه ايضا الصغيره ومتناهيه الصغر. مش بس كده الحقيقة، كمان تم تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنين. تفاصيل تانية هنعرفها عن ثمار هذه المبادرة من المهندس حسن نجا، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ. صباح الخير على حضرتكم. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين إن شاء الله. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا بيك يا فندم. حياة مبادرة ابدأ هي مبادرة مهمة جدا، يعني الهدف منها هو هدف نبيل وهدف مهم جدا خاصة في هذا التوقيت. يمكن احنا بعد جائحة كورونا تحديدا أدركنا أهمية أن لازم يكون مصر في عندها يمكن ظهير صناعي قوي جدا، لأن احنا كان عندنا كمان تجربة سابقة في الصناعة المصرية قوية جدا. مظبوط. مبادرة ابدأ، عايز أسأل حضرتك مبدئيا عن العوامل اللي تم يعني أخذها في الاعتبار عشان نقدر أن احنا نرتقي ونطور الصناعة المصرية. طيب خلينا نبتدي ده طبعا في الأول ونقول أن مبادرة ابدأ بدايتها كانت مع تكليف السيد رئيس الجمهورية لينا يوم 26 إبريل عام 2022 في حفل إفطار الأسرة المصرية. كان التكليف أن لازم نبقى عندنا مبادرة متكاملة اقتصاديا يتم ربطها بمبادرة حياة كريمة، ومن خلالها كمان يتم تعزيز العنصر البشري ونتعامل على تطوير العامل البشري حتى نضمن ضمان مبادرة حياة كريمة اقتصاديا تبقى شغالة بشكل أفضل. فمن أول يوم ابتدينا طبعا حاولنا أن احنا نعزز دور القطاع الخاص معنا، ابتدى يخش معنا بشكل كبير جدا خلال معظم اللقاءات اللي احنا عملناها وخلال معظم الاجتماعات اللي عملناها بشكل قوي. ومن أول يوم ابتدينا أن احنا نشتغل بثلاث طرق مختلفة. أول حاجة ابتدينا أن احنا نعمل قاعدة بيانات موسعة لينا، تبتدي أن احنا نشوف إيه هي القطاعات الصناعية اللي موجودة على مستوى الجمهورية، ونبتدي نشوف كل المجالات الاقتصادية اللي احنا الخاصة بالصناعة سواء محليا او عالميا. وابتدينا بشكل قوي جدا ان احنا ننزل المحافظات ونشوف اماكن الوفرة في كل محافظة وايه هي مواد الخام المتواجدة في كل محافظة اللي هي ممكن هتفيدنا بشكل كبير الفترة الاخيرة، وده كان بسبب ان احنا كان عندنا نقص في قاعدة البيانات. احنا كان بقالنا فترة كبيرة جدا ما عندناش قاعدة بيانات محدثة عن الصناعة الموجودة عندنا في مصر. بعد كده ابتدينا ان احنا نعمل لقاءات عمل موسعه مع كبار رجال الاعمال وكبار المصنعين، نشوف ايه هي المشاكل اللي بتقابلهم، نشوف ازاي ان احنا نقدر نساعدهم، وابتدى يبقى عندنا شبه خطه كامله ازاي نبتدي نتحرك الفتره اللي جايه، وفي نفس الوقت برضو بالتنسيق مع جهات الدوله الحكوميه وجهات الدوله المعنيه الخاصه بالصناعه، زي طبعا مجلس الوزراء وهيئه التنميه الصناعيه واتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات. فبقى عندنا خطة كاملة نبتدي ازاي ان احنا هنبتدي نتحرك في السوق المصري. وده طبعا بسبب ان احنا لقينا ان ده الظرف المناسب ان احنا نحاول ان احنا نبتدي دلوقتي، نظرا ان في عندنا دلوقتي يعني عندنا وفرة في جزء كبير جدا من الطاقة كان مش متواجد عندنا لسنوات وعقود قبل كده ما كانتش متواجدة. من 2016 حتى الآن احنا عندنا تطور كبير جدا في مجال الطاقة، في مجال البنية التحتية، احنا عندنا دلوقتي شبكة طرق وكباري كبيرة جدا
بتغطي مستوى الجمهورية، فأعطت لينا بشكل قوي جدا لا هي دي الفرصة المناسبة إن احنا نبتدي المبادرة في الوقت ده ونبتدي بشكل قوي جدا. عظيم. من خلال جولاتكم بقى الميدانية لما نزلتوا على أرض الواقع واتكلمتوا مع المصنعين، إيه أبرز المشاكل؟ هل في مثلا مشاكل لقيتوها مشكلة مثلا منتشرة في عدد كبير من المحافظات أو عند عدد كبير من المصنعين؟ تمام يا فندم. طب احنا دلوقتي أول ما جينا نبتدي كان أحد أهم المحاور عندنا هو محور دعم الصناعة. محور دعم الصناعة هو مختص بكل المشاكل الخاصة بالمستثمر. احنا كل ما ابتدينا ننزل طبعا للمصنعين كانت اهم مشكله هي الفتره اللي بيبتدي فيها المستثمر ان هو يضخ اموال عشان يبتدي ان هو يبني مصنع وفتره التشغيل والانتاج. الفتره دي كل ما بتكبر كل ما بيبقى في تعثر اكبر في طبعا. فاحنا حاولنا بشكل كبير جدا ان احنا نحاول ان احنا نقتصر هذه الفتره، نشوف ايه هي المشاكل اللي بتعطل المصنع من اول ما يبتدي يضخ الاستثمارات لحد الانتاج. ونزلنا عدد كبير جدا من المصانع، فزي ما بقول لحضرتك احنا اول ما جينا نبتدي كان في تكليف من السيد رئيس الجمهوريه لينا ان في مصانع المخالفه. احنا كان جالنا تقرير وعدد ده ملف مهم قوي جدا ان احنا كان جالنا بما يقرب من 4586 مصنع. مصانع دي اصحاب مصانع عندهم عماله شغالين بينتجوا بس عندهم مشاكل مع بعض الجهات الرقابيه نتيجه ان المصانع دي غير مقننه. فاصبحت دي احد اهم المشاكل اللي احنا بنقابلها، واحنا دلوقتي شغالين مع الجهات الرقابيه ان هي الغرض الاساسي ان هي تكون جهات ارشاديه ليس صحيح. جهات عقابيه لان انا لو شددت عليه ما هيقفل صح وبعد ما قفل انا فقدت مصنع وفقدت انتاج مظبوط وفرص عمل مظبوط. وده كان تكليف السيد رئيس الجمهوريه، لا احنا ننزل للمصانع دي ونحاول ان احنا نشرعنها في مكانها بما يسمح. يعني في بعض المصانع مش هينفع ان انا شرعنها في مكانها او ان انا اقننها نظرا للظروف الصحيه او ان دي في منطقه سكانيه او ما الى ذلك، فبنبتدي ان احنا نوجد لهم بديل في اماكن صناعيه اخرى في مجمعات صناعيه بشكل مناسب ليهم. فاحنا لما ابتدينا ان احنا ننزل نزلنا كمان لاكثر من 12000 مصنع على مستوى الجمهوريه، ده طبعا بمساعده فرق الرصد التابعه لمبادره حياه كريمه وبحب اشكرهم فعلا على المجهود الكبير. وابتدينا ان احنا يبقى عندنا شبه خريطه كامله لكل المشاكل اللي بتواجه المصنعين، ان نشوف مثلا ان في تاخير في التراخيص بشتى انواعها، دي طبعا من اهم المشاكل ان احنا حاولنا ان احنا نتغاضى عنها. فاحنا بقينا حلقه الوصل ما بين المصنع وما بين الجهات المعنيه والجهات الحكوميه. ابتدينا ان احنا نحاول ان احنا نقنن المشاكل ونقنن الاراضي بما يسمح للظروف الصناعيه المتواجده. طيب باشمهندس، يعني يمكن حضرتك اتكلمت عن فكره المصانع الغير مرخصه او يعني الاقتصاد غير الرسمي تمام. للاسف هو نسبته برضو كبيره مش صغيره طبعا مظبوط. لكن في جزء اخر وهي فكره رواد الاعمال اللي عندهم مشروعات صغيره جدا، مش فكره ان هي مش مرخصه او مصانع مش مرخصه او تفتقر للمعايير السليمه، لا هم مشروعاتهم صغيره جدا او لسه بيبتدوا مشروع. هل برضو توجهتوا ليهم؟ هل تم التواصل معهم بشكل او باخر؟ طبعا احنا زي ما بقول لحضرتك احنا بعد الانطلاق المبادره يوم 28 اكتوبر عام 2022 خلال ملتقى الصناعات الاول اطلقنا ويب سايت اللي هو www.ebda.com.eg. احنا بنستقبل عليه كافه المشاكل وكافه الافكار الموجوده، وبيبقى عندنا فريق مختص بكل قطاع على حده بيبتدي ان هو يتواصل مع كل الافكار سواء كان مصنع عنده تعثر او فكره جديده ومشروع عايز لسه يبتدي. فاحنا بنقدر نقدم له بعض دراسات الجدوى، بنساعده برضو نوجهه على الطريق السليم. في تمويل ولا لا؟ في تمويل حتى لو نسبه او احنا عندنا بنوجه للجهات التمويليه. يعني احنا عندنا مشاركين مع جميع الجهات المعنيه الخاصه بالتمويل، فبيتم التوجيه لبعض الجهات زي جهاز المشروعات وزي طبعا بعض البنوك، فبنتم برضو ان احنا بنحاول نساعد المصانع بشكل قوي جدا في اعداد دراسات الجدوى اللازمه، عنده اي مشاكل بنحاول نسرع له الاجراءات بما يتماشى مع ان هو يبتدي ان هو ياخد قرض او اي جهه من اي جهه يعني من الدوله. طيب ده عظيم جدا. المساعده بشكل عام زي ما ذكرنا ان احنا بنتواصل مع المصانع مع المصنعين بنشوف مشاكلهم بنسعى لحلها، الهدف من ده كله هو توطين الصناعه، ان انا يكون عندي صناعه، ان انا اوفر الفلوس اللي بستورد بيها، يكون عندي عمله صعبه، وده هدف مهم جدا ان احنا نسعى ليه في ظرف صعب واكيد في تحديات في هذا الظرف تحديدا. مظبوط. زي ما بقول لحضرتك احنا اول ما ابتدينا أنشأنا شركة اسمها شركة ابدأ لتنمية المشروعات. كان الغرض الأساسي منها هي
محاولة ان احنا يبقى عندنا منتج وطني ونحاول نعمق المنتج الوطني بشكل كبير، فده اللي هيقلل لي في احلال الواردات، يحاول ان هو يقلل لي الفاتورة الاستيرادية بشكل كبير جدا. ابتدينا ان احنا نشتغل بشكل قوي جدا على بطريقتين مختلفتين. اول حاجة ان احنا التوسع في المشروعات القائمة. في بعض المشروعات اللي بتكون موجودة زي مثلا عندي أمثلة، يعني زي مشروع الوايلر فريد حسنين اللي هو مشروع الطولمبات، ده مشروع شغال بس أنا ومش عندي الإنتاج ده مش متوفر عندي كتير في مصر، لا فأنا ببتدي أخش أنفع أخش معاه كمان في تمويل لو في عنده بعض المشاكل الخاصة بالتمويل، إن أنا أنفع أخش معاه لو عنده مشاكل خاصة بترخيص أبتدي إن أنا أساعده أوسع له خطوط الإنتاج بتاعته على أساس إن أنا ببني على الموجود، مش لازم إن أنا أبتدي من أول أودي وليد. أفكار لمصنع تاني إن هو يكمل في مزبوط. إنتاج الترومبات، وفي جزء تاني شغالين عليه جزء إنشاء بقى مصانع جديدة لصناعات حديثة. صناعات إحنا عندنا قائمة بالصناعات اللي إحنا بنستوردها واللي بتكلفنا مبالغ كبيرة جدا في الفاتورة الاستيرادية، ابتدينا ان احنا بشكل كبير نخش فيها. فحد اللي حضرتك مثال، احنا دشنا دلوقتي مثلا حوالي احنا دشنا 11 مشروع من اجمالي مستهدف 64 مشروع خلال الفترة الاربع سنين القادمة ان شاء الله ده المستهدف. عندنا مثلا مشروع زي مشروع نوفا، ده احد اهم المشاريع. انا كنت متابع حضرتك دلوقتي واحنا بنتكلم على ارض الفيروز ومعالجة المياه، مشروع نوفا ده هيبقى مختص بشكل كبير جدا في انتاج معدات الخاصه بالمحطات، محطات اللي هي معالجه المياه. عظيم. ده هيوفر كنا بنستوردها طبعا لحد دلوقتي احنا بنستورد، لكن احنا مع بدايه الانتاج ان شاء الله هيبقى الانتاج كله انتاج وطني الفتره القادمه. احنا كنا بنستورد، ده هيقلل لنا بشكل كبير جدا خلال السنه الاولى ما يقرب من حوالي 100 مليون دولار، ويوصل ل 300 مليون دولار خلال الخمس سنوات القادمة بتصنيع محلي حوالي 50%. يعني برضه عشان نوضح للسادة المشاهدين كمان الشباب اللي بيسمعنا، تمام، افهم من كلام حضرتك انه في قائمة مثلا كمان بالصناعات اللي احنا محتاجين ان احنا نطورها او محتاجين ان احنا ندخل فيها بشكل اكبر، فبالتالي لما بيكون في شاب عنده استعداد انه يبتدي يعمل مصنع او يبتدي ان هو يبادر ان هو يبقى بيدخل في هذا المجال، حضراتكم بتوجهوه حتى لو داخل بفكرة مختلفة بانه لا المجال ده احنا لسه محتاجين فيه مصانع او محتاجين ان فيه يبقى فيه حتى صناعات ولو بسيطة؟ ده بيحصل؟ ده بيحصل معانا يا فندم عن طريق ان هو بيقدم على الويب سايت، فبتواصل معاه احد افراد المبادره وبيتم التعامل معاه بشكل مستمر. يعني طب ايه الاشتراطات؟ يعني عشان انا دلوقتي انا شاب او انا دلوقتي حد حابب ان هو يشترك في هذه المبادره ودخلت على الموقع، ايه الاشتراطات اللي لازم تكون موجوده؟ هي مفيش اشتراطات، هو مادام موجود عند حضرتك فكره وابتديت ان انت تبتدي فعلا تنفذها بشكل كبير، انت مجرد متتواصل معانا احنا بنقدم سبل الدعم. لكن انت لو مصنع ده بيبقى مختلف شويه، لكن فكره المصنع بيبقى ده خلاص في مصنع قائم بينتج، بيبقى عنده بعض المشاكل ده احنا بنحاول نحل المشاكل. لكن بالنسبه لتقديم الارشادات او تقديم بعض دراسات الجدوى او الاستشارات العلميه في مجال التعليم ده احنا ده متوفر عندنا برضو داخل المبادره. حضرتك ذكرت ان انتوا زرتوا حوالي 12000 مصنع، مظبوط؟ طيب لو في احصائيه بعدد المشاكل اللي تم حلها فعليا والمصانع اشتغلت دلوقتي ما بقاش عندها اي مشاكل في اي حاجه وتراخيصها تمام وكله تمام، احنا دلوقتي بمجرد ان احنا زرنا ال 12000 مصنع ومن خلال المشاكل كمان بالاضافه للمشاكل اللي هي اللي جت لنا على الويب سايت، في ما يقارب اكتر من 2000 مصنع تم حل مشاكلهم بشكل كبير جدا، الى جانب ان بعض ما هو ال 12000 مصنع ده مش كلهم عندهم مشاكل. يعني دي مجرد زيارات، كمان كان فيهم زيارات للمعرفه، يعني زي ما بقول لحضرتك قاعدة بيانات عشان تكون في اثر كامله. فاحنا حلينا دلوقتي اكتر من 2000 مشكله رقم معقول وشغال دلوقتي بشكل قوي جدا وبشكل يعني مفيد لعجله الانتاج المصري. ابرز المجالات الصناعيه اللي محتاجين نخترقها بشكل كبير الفتره الجايه؟ طبعا زي ما احنا كلنا متاثرين الفتره الاخيره طبعا بعلو الاسعار وغلاء الاسعار في بعض المنتجات، زي طبعا المنتجات الكيماويه واللي هي بتاثر طبعا عندنا في كل حاجه في الغذاء وفي الدواجن وفي كل شيء، الى جانب ذلك كمان بعض الصناعات الخاصه بالدواء وده اللي احنا دخلناه بشكل قوي جدا الفتره الاخيره. يعني احنا عندنا عملنا مشروع مدينه الخامات الدوائيه، لكن حضرتك تتخيل احنا كنا تلاقي كل فتره ان سعر الدواء بيعلى وده طبعا حاجة استراتيجية، لا احنا فكرنا ومن اول يوم لا لازم يكون في وقفة في الموضوع ده، احنا لازم احنا نصنع المادة الفعالة اللي بتستخدم اصلا في الادوية.
ابتدينا دلوقتي نعمل مدينة الخامات الدوائية بشكل كبير جدا، ابتدينا ان احنا نصنع ما يقرب من حوالي 300 مادة فعالة ومادة خام توفر لنا حوالي 336 مليون دولار سنويا بسبب هذه كده، ويبقى الدواء متوفر مش هيبقى كده. اصل دي من احد اهم السلع الاستراتيجية اللي هي مطلوبة حاليا. طيب عظيم جدا. طيب حضرتك اتكلمت ان احنا بيكون عندنا في المبادرة أفكار بنطرحها على الشباب، مثلا حد عايز يعمل مشروع أو كده، هل بيكون في جانب تدريبي؟ يعني مثلا لو في مشروع محتاج إن الشباب هيشتغلوا على ماكينات حديثة، أو زي ما قلت برضو إن في دراسة جدوى، هل بيكون في جانب تدريبي؟ وهل في أي طريقة بتتواصلوا بيها بحيث إن احنا نخلي المصنعين يقعدوا مع بعض؟ لو حد مثلا بيصنع مادة ومنتج أولي بيدخل في صناعة أخرى فيكون في تواصل ما بينهم؟ تمام. زي ما بأكد لحضرتك، احنا بمجرد ما احنا بنتواصل مع المصانع او بنحل مشكلة بعض المصانع وبنبتدي ان احنا نوجه لهم خلاص تم حل المشكلة، ما بتبقاش دي النهاية معاه، دي بتكون البداية. يعني احنا بنسميها دي البداية، بداية ان هو بقى خلاص بقى موجود عندنا ترس موجود في عجلة الانتاج وبيبقى فيه تكامل ما بيننا. فاحنا حصل ميرج كتير جدا ما بين عدد كبير من المصانع نتيجة ان هو احنا وصلناهم ببعض. ونتيجة طبعا استكمالا لكلام حضرتك وجزء التدريب، احنا ابتدينا بشكل كبير جدا، احنا عندنا محور كامل اسمه محور التطوير والمحور التدريب والبحث والتطوير. المحور ده بيهتم بالتدريب العمالة بشكل قوي جدا وتوفير تدريبات مهنية وتثقيفية للعمالة. احنا شغالين فيها على خطتين، خطة قصيرة الأجل دي المعتمدة على الدورات التدريبية القصيرة، ودي احنا بنقدمها بالاشتراك مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، طبعا انا بشرف ان انا احد خريجيها. ابتدينا ان احنا ندي تدريبات للطلبة وللتدريبات للقطاع الإداري للمصانع ازاي ان هم يبتدوا يحلوا المشاكل. عندي مبادرة معدتك شركتك، ودي طبعا كانت مختصة كمان بالكرة بتاعت حياة كريمة للعمال والشباب الموجودين، ازاي ان انا ابقى اعمل صيانة وتشغيل للودر، بسلم للمواطن او للمتدرب شنطة عدة كاملة، وابتدي كمان بعد فترة اجتيازه للتدريب انفع ان انا ادخله في نظام الايجار التمليكي، ان انا انفع اديله اللودر ويبتدي يسدد الايجار بتاعه على اساس ان هو يبتدي يبقى عنده مصدر دخل. صحيح. ومصدر رزق الفترة الجاية. باشمهندس اخيرا الموقع اللي ممكن الشباب يدخلوا عليه ايه؟ اسمه ايه؟ www.ebda.com.eg. طبعا بشكر حضرتك جزيل. شكرا جزيلا. الشكر المهندس حسن نجا عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدا، نورتنا في صباح الخير يا مصر. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. نرحب بحضراتكم مرة تانية. المسابقة العالمية للقرآن الكريم اللي تم إقامتها في مصر بالعاصمة الإدارية واللي شهدت منافسات عالمية وكان فيها كمان فروع مختلفة للمنافسة، فيها منها فرع الأسرة القرآنية. طبعا احنا كنا في النسخة 30 من هذه المسابقة، وهذا الفرع فرع الأسر القرآنية بالمناسبة هو مستحدث في الشرق الأوسط، مش موجود في حتة خالص غير عندنا هنا في مصر. طبعا من شأن هذا الفرع انه يشجع التعاون بين أفراد الأسرة على حفظ كتاب الله وفهم معاني. المشاركة في هذه المسابقة كان من ضمن الفائزين من الأسر هي أسرة الأستاذ صبحي جلال عبد اللطيف، واللي شارك فيها ثلاثة من الإخوات هم سامح صبحي ووليد ومحمد اللي مشرفنا في الاستوديو. اهلا بحضراتكم. اهلا بحضراتكم. منورنا استاذ محمد والاستاذ سامح والاستاذ وليد. طبعا الف الف مبروك ليكم. المنافسه بكل تاكيد صعبه لان بنتكلم في مسابقه جداً عالميه، لكن اعتقد انه الفرع ده فرع محلي مش كده؟ يعني الفرع ده مصريين بس المشاركين فيه. طيب بدايه رحلتكم مع حفظ كتاب الله بدات امتى؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد صبحي جلال. بدأت حفظ القرآن الكريم في سن مبكر جدا في كتاب القرية. كان بدايتي مع جدي الشيخ جاد حميدة الشملول رحمه الله تعالى، وبعد كده اتنقلت لكتاب الشيخ عباس، وده اللي أتممت عنده حفظ القرآن الكريم، وكنت قد أتممته في سن 11. ما شاء الله. طب أستاذ سامح. برضو سامح صبحي جلال، بدأت برضو في نفس الكتاب اللي هو تبع اللي هو جد الشيخ جاد حميد الشملول. راح زمن الكتاب للأسف. لا ممكن لازال دلوقتي فيه ولا لسه موجود في القرى برضو؟ لا موجود حاليا فيه. موجود في كتاب بشكل الكتاب بتاع زمان. أيوة. في ناس أفاضل والله يعني لهم فضل في الشباب كثيرة في البلد موجود يعني. بتطور بشكل متطور شوية كمان. البركة فيكم بقى. ربنا يعزك حضرتك.
فبدأت برضو في نفس الكتاب، فختمت برضو في بين الحادية والثانية عشر في نفس الرينج ده يعني، بعد المرحلة الإعدادية. في نفس الكتاب برضو تعلمت على يد اللي هو عم والدتي حفظ القرآن الكريم، وبعد كده انتقلت معاه برضو لمرحلة تجويد القرآن وقراءته بالأحكام. وما انساش برضو فضيلة الشيخ محمود فخر، كنت برضو قرأت عليه خاتمة، وكلهم كانوا ناس يعني ما شاء الله كان عندهم سعة صدر في التعليم والصبر على الطالب بفضل ربنا سبحانه وتعالى. طيب أستاذ سامح، يعني حضرتك الكبير وكواليس المسابقة، أعتقد فكرة التنافس في حفظ وتلاوة القرآن الكريم مش سهلة أبدا، وأكيد حتى المشاركين فيها كمان كلهم يعني مستوى جيد جدا، وفي منافسة تبقى قوية، خاصة المسابقة مش يعني مش محلية فقط. أيوة. لو حضرتك تكلمنا عن الكواليس، كواليس المسابقة. في البداية المسابقة يعني تشمل فروع كتير من القرآن، مش حفظ فقط، مش ليس حفظ القرآن فقط، حفظ القرآن بتجويده، فهم معانيه، الكلمات الصعبة اللي موجودة في المصحف، علاوة على مقاصد السور، السورة دي عشان ايه وايه هدف السورة دي، مثلا سورة بتتكلم عن التوحيد الخالص، سورة بتتكلم عن المنافقين، سورة بتتكلم عن القتال، سورة بتتكلم عن المواطنة، ففي كل سورة ليها مقصد. ده كان برضو جزء في الامتحان. في برضو التفسير، كان بيجيب لك مثلا سؤال تفسير ايات معينه، يقول لك ايه المقصود بالايات ديت، واشرح وتكلم عنها، ممكن ايه نزلت في صحابي، ايه نزلت بتتكلم عن هدف معين. فالمسابقه مش عشان الناس يعني تفهم، حتى فرع الاسر القرانيه بيتضمنها كل الاسئله دي. كل الاسئله دي بتبقى في الامتحان في التحرير، وفي الاخر برضو يعني امتحان شفوي. علاوه على ذلك ان المسابقه كان فيها ناس يعني ايه متخصصه، فيها ناس مثلا، كان في ناس مثلا منهم في لجنه المصحف طالب محكمين، لا ناس متسابقين مقرين كلية علوم القرآن وكل حياته في القرآن. صعب المنافسة أكتر، صعب طبعاً. المنافسة علاوة على أن كان في ناس أئمة وخطبة، وإحنا طبعا ليسوا أئمة، إحنا مش تخصص أزهري خالص على فكرة، مفهوم. إحنا كلنا تعليم عادي، أنا ومحمد وليد تعليم عادي مش أزهري. أنتوا أول مرة تشتركوا في المسابقة؟ لا احنا اشتركتوا قبل كده؟ لا المرة اللي فاتت اشتركنا، فكانت أول مرة تعمل مسابقة، وكانت تاني مرة لي. المرة اللي فاتت اشتركنا فما حصلناش على اي مستوى يعني. يعني كنا دخلنا كم امتحان كده بس ما وصلناش للنهايه. اسره برضو ولا كنتوا دخلتوا في فرع من الفروع الثانيه؟ ده كان اسره برضو. اسره برضو. فالسنه دي الحمد لله يعني ايه دخلنا يعني تصحيح نيه. خلاص بقى، لا انت مستعد. عديتوا بقى. وجود الناس اللي معاك برضو حفزتك ان انت، ففي كان في ناس ائمه وخطبه، والناس الائمه والخطبه كل حياته في التفسير والقراءه كان شغال برضو اساتذه معاه، وفي ناس كان في استاذ مساعد في التفسير كان داخل برضو باسرته. طبعا ده صعب المنافسه اكيد، علاوه على ان الامتحان نفسه صعب، الامتحان التحريري خاصه صعب. طب خلي بقى الاستاذ محمد يحكي لنا بقى عن الامتحان التحريري. لا الامتحان التحريري ده امتحان لوحده حكايه. استاذ محمد حضرتك اصغر واحد. يعني الامتحان التحريري كنا بندخل مثلا، هو كان كله متشابهات، مش مثلا جزء معين وتبدا بيه، لا هو مثلا كلمه معينه في المصحف موجوده كذا موضع تجيبها وبالترتيب، يعني مش بترتيب الصور طبعا. يعني كل ما تكتب بالترتيب تاخد الدرجه، الموضع ده قبل ده قبل ده، وتكتب بعد كده مثلا 10 ايات بعد كل موضع. ده طبعا صعب لان الموضع اللي انت هتكتبه حضرتك هيدخلك تاني في متشابهات تانيه بعد الايه اللي انت جايبها. يعني ده هيدخل يعني امتحانات طبعا صعبه جدا. طيب استاذ وليد، يعني زي ما سمعنا من استاذ سامح اشتركت في المسابقه النسخه اللي فاتت، واشتركت كمان النسخه دي، واستعديتوا بقى في الفتره دي، الاستعداد كان شكله ايه بقى؟ النسخه دي كان لها كواليس ثانيه جدا تختلف عن اللي فاتت، كان في استعداد، كان ما كناش ندرك يعني كميه المنافسه او الاسئله اللي تتعرض ليها. انا بشكر وزاره الاوقاف ومعالي الوزير على الامتحانات اللي بتتحط في القران، تخلي الانسان دايما يكون في مراجعه ومداومه للقران، وده صنع شيء جميل جدا في مصر في بلدنا. يعني بحس ان الائمه مستواهم مرتقى جدا، الناس المحفظين انشأوا مراكز لتحفيظ القران. كل ما تلاقي ان المنافسه قويه والامتحان شديد، انت بتلاقي نفسك لازم تكون مستعد جدا، ممكن من قبلها بفتره جامده. ده لو عن ذلك لما بتكون اسره، يعني تلاقي كل البيت كله يعني كل شغلنا تواصل على الواتس مثلا، اتصال، قاعدين مع بعض، رجعت ايه، قرات ايه، واحد جاله موضع معين، كل ده كان له دور.
ما ننساش بقى الجزء بتاع التفسير ده مهم جدا. يعني بيغير اتجاهك لحاجات تانية، او ممكن تكون انت فاهم فهم خاطئ لآية او معنى كلمة معين. صح، ده بيخليك ان انت تقرا، ومش هتقتصر القراءه على الامتحانات بس، لا ان انت بتتطلع ان انت تتعلم اكتر وتفهم اكتر، وتفهم مش أكتر. انت بس اللي تفهم كمان اكتر من تفسير، ممكن بدون منافسات الناس. يعني بيحط يعني معالي الوزير بيحط ناس وشباب يعني على الطريق ان انت لازم لا تفهم الصح، يعني ما بقاش حافظ القران كده وخلاص. لا، طالما انا كنت فاهم غلط لا انا ابحث على بقيه الحاجات وابحث على كل حاجه. طب احنا عندنا كم اسره في المسابقه؟ وكان متقدم 51 اسره في التصفيه الاوليه على مستوى الجمهوريه. طبعا كان مع كميه الامتحانات كان اخر تصفيه كانوا 10 اسر، بعد كده معالي الوزير خلاهم 7 اسر، بعد كده اللي دخلنا التصفيه النهائيه كانوا 7 اسر. كانوا 5 اسر. الاسره مكونه من جواز. من اب، قد يكون اب واثنين ابنائه او ثلاثه اخوات او واحد ولاد، وينفع ثلاث اخوات ينافسوا اسره كامله من اب وام وابناء؟ أيوة، ولا برضه لازم يكونوا ثلاثه بس؟ هو اسم المسابقه اسره، ممكن مثلا ثلاثه اخوات او واحد ولاده بس. بس العدد العدد ما يقلش عن ثلاثة. ما يقلش عن ثلاثة. طيب تحبوا نبدأ مع مين من حضراتكم لو يعني تطلعوا علينا ببعض الآيات من الذكر الحكيم؟ اللي مع المايك استاذ محمد. انتوا دبستوه على فكرة، وديتوا المايك من الأول عشان يبدأ هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. الله عليك، مدرسه الشيخ عباسط دي وقفاته صح وجواباته مش كده؟ بتشتغلوا ايه طيب انتوا الثلاثه؟ حضرتك ممكن تخش كده اسره قرانيه الشيخ عباسط. لا مش للدرجه دي. بتشتغلوا ايه؟ انا في العلاقات العامه في وزاره الاوقاف. عظيم. احنا برضو ملمس مع الوزاره. ربنا يبارك في حضرتك. انا بشكر الوزاره على المجهود اللي فيه، والله وصلنا لحاجات كتير. حضرتك باحث بالمركز القومي للبحوث، حصلت على الدكتوراه من جامعه موسكو الحكوميه. ما شاء الله. وحضرتك؟ حصل على بكالوريوس هندسه البترول في جامعه السويس. طيب ناخد بقى نسمع الاستاذ محمد الاصغر الاعضاء سنا، وبعدين بقى نختم مع حضرتك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. فتح الله عليك أستاذ سامح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. طيب دايما لما بيكون في حد في البيت حافظ لكتاب الله ده بيشجع أكتر الأبناء، فهل مثلا الوالد أو الوالدة حد من الأقارب مثلا كان حافظ لكتاب الله وده اللي شجعكم أكتر أن أنتوا تحفظوا وتتقنوا الحفظ وتدخلوا مسابقة؟ لا، هو كان الجد المباشر يعني أعمى والدتي على طول اللي هو كان فاتح مكتب التحفيظ، فكان هو دائم الزيارات لينا في البيت وكنا دائمين الزيارات عنده وكنا فكان في علاقة قوية بينه وبين والدتي. هذا اللي كان حافز كتير، حتى لما كنا نهمل في القراءة شوية أو في الحفظ كان يشد علينا، فهو ده اللي كان هو الدافع بعد الوالد والوالدة إصرارهم على الحفظ يعني والمتابعة. طيب أستاذ وليد، يعني كان في أكيد صعوبات واجهتوها في المسابقة، إيه أبرز الصعوبات اللي واجهتوها في خلال المسابقة؟ مسابقة حريري يعني في شدة في الامتحانات، يعني دي كانت ابرز حاجه ولا كان في المنافسه؟ يعني والمنافسه يعني يعني انت لما تلاقي مثلا اول فاول امتحان تحريري 51 اسره مقدمين تقول يعني انا في كل ده. بعد كده لما توصل للنهائي وتلاقي بقى بتعرف بقى تخصص كل واحد معاك، انا اللي فازوا بالفرع الاول كانوا ثلاثه ائمه، تقول انا الفرع الثاني كان فيهم استاذ تفسير اللي هو خد المركز الثاني، الثالث كان راجل في لجنه المصحف وكانوا يعني فحسيت ان المنافسه كانت قويه قوي. كل الاسر اللي بعدينا برضو تلاقي برضو يعني يا امام يا في جامعه الازهر يا واعظ بالازهر، واحنا بقى تخصص بقى غير ازهريين. بس ما شاء الله كمان انتوا الثلاثه يعني كل حد فيكم بيشتغل في مكان مختلف. طبعا انا مش عارفه هل انتوا مقيمين مثلا مع بعض في نفس البيت، يعني انتوا ازاي قدرتوا ان انتوا تستعدوا لهذه المسابقه مع بعض؟ كنتوا بتسمعوا لبعض مثلا، بتراجعوا لبعض؟ وليد ومحمد كانوا بيراجعوا لبعض. انا ومحمد كنا مع بعض. طب بص حضرتك سايبهم؟
هو عنده ابنه بيسمع عليه هو عشان كده كان على ابني وممكن زوجتي برضو ليها برضو باع كبير وفضل كبير برضو ما شاء الله. دي أسرة بالمناسبة أسرة قرآنية هتنضم إن شاء الله للمسابقة هيسيبنا بعد كده أسرة واخلع منها طبعا هتطلع بقى هيخش أسرة لوحده نفسه بأخويا التاني أنا أخ الحمد لله تاني حافظ القرآن ده ما شاء الله. طب ما دخلش معاك وليه المسابقة؟ واحنا قلنا بقى قال لانه لسه بيدرس في هندسه الازهر دلوقتي فهو فاستاذ سامح اول ما هيخرج من من الاسره هي اخوكم الرابع بقى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انتوا طبعا يعني مشرفتونا في صباح الخير يا مصر والحقيقه يعني شباب مشرف وحرصكم على حفظ كتاب الله وان انتوا كمان تدخلوا منافسه زي دي وترفعوا اسم مصر. طب لو دخلوا بقى في الفرع الاول مين يفوز فيهم؟ الفرق الاول كل واحد لوحده بقى مين يفوز؟ دول الاثنين مستبعدين عشان السن السن فهي بتاعته يعني هي كده كده بتاعتك ان شاء الله. تاني روح شفت روح التنافسيه عند استاذ محمد عاليه قوي. الاول لازم يكون ما عديش 30. انت استاذ محمد انت لسه قدامك الفرصه. كل التوفيق لحضراتكم وانتم شايلين مسؤوليه كبيره قوي على فكره الفتره اللي جايه بما ان انتم الفائزين في هذه المسابقه بالمركز الاول متقنين لكتاب المركز الرابع في العفوا في الأسرة القرآنية فدي حاجة طبعا مهمة جدا بتخلي فيه مسؤولية كبيرة للأجيال القادمة فإننا نوصل اللي احنا تعلمناه وحفظناه وطريقة التفسير كمان المبسطة للأجيال القادمة. شكرا جزيلا لحضراتكم شرفتونا ونورتونا الأستاذ سامح والأستاذ وليد والأستاذ محمد صبحي الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم في فرع الأسرة القرآنية. شكرا جزيلا. شكرا حضراتكم. مشاهدينا التاسعة صباحا وموعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا حمدين. تفضل يا لميا. شكرا جمعنا. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استشهد صحفي فلسطيني وأصيب آخرون فجر اليوم في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل الصحفي مما أدى لاستشهاده وعدد من أفراد عائلته. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر الماضي مما أدى لاستشهاد أكثر من 21,000 مواطن غالبيتهم من الأطفال والنساء إضافة لنحو 55,000 مصاب وآلاف المفقودين في حصيلة غير نهائية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عددا من الفلسطينيين من مخيم الجلزون شمال رام الله وذلك بعد أن دهمت منازلهم وفتشتها. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدتي قصرى وبيتا بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي مدينة قلقلية اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع. رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية أمام المحكمة العدل الدولية في لاهاي. وشددت الوزارة على أن إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعية وتصريحات مسؤوليها وممارساتها وحربها التدميرية على قطاع غزة هي إبادة جماعية. كما أن تشبيه الشعب الفلسطيني بالحيوانات البشرية وأطفال الظلام تعكس نوايا قوات الاحتلال بارتكاب هذه الجريمة. وطلبت الخارجية الفلسطينية محكمة العدل الدولية سرعة الاستجابة إلى طلب جنوب أفريقيا للإجراءات المؤقتة وبشكل عاجل من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من خلال إصدار قرار بوقف العدوان وإطلاق النار. قالت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين أقر صفقة محتملة لبيع بنادق M107 والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار. وأضاف البنتاغون أن الوزير بلينكين حدد أن هناك حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الأسلحة على الفور لإسرائيل مما يعلق شرط مراجعة الكونغرس للصفقة. أدانت وزارة الخارجية السودانية بأقوى العبارات عمليات النهب التي قامت بها قوات الدعم السريع في مستودعات برنامج الغذاء العالمي بالجزيرة والاستيلاء على أكثر من 2500 طن من المواد الغذائية كانت مخصصة لمساعدة النازحين من الاشتباكات. وجددت الوزارة الدعوة للمجتمع الدولي لتجاوز مرحلة الإدانة اللفظية لممارسات قوات الدعم السريع واتخاذ خطوات فعالة لمواجهتها.
وأشارت إلى ما أوضحه برنامج الغذاء العالمي من أن هذه المواد الغذائية المنهوبة تكفي لإطعام أكثر من 1.5 مليون من المواطنين المتضررين، إلى جانب ما تسبب فيه هجوم قوات الدعم السريع على مدن وقرى ولاية الجزيرة وتشريد مئات الآلاف من المواطنين والنازحين. أعلن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود تعليق عملياتهما في ولاية الجزيرة بالسودان بعد تعرض منشأتهما للنهب. وأوضح برنامج الأغذية العالمية أنه اضطر لوقف توزيع المساعدات في ولاية الجزيرة بعد نهب مخزن يحوي إمدادات تكفي 1.5 مليون شخص لمدة شهر، فيما أفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن مجمعها في ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة تعرض لهجوم مسلح في 19 ديسمبر الجاري، وتم سرقة سيارتين ومحتويات أخرى. ويهدد وقف برنامج الأغذية العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود عملياتهما بتفاقم الأزمة الإنسانية للاشتباكات التي تدور في السودان منذ أكثر من 8 أشهر. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة، في نشاط ملحوظ كان في عام 2023 في قطاع الثقافة من خلال عدد كبير جدا من الفعاليات والأنشطة، تجاوز الـ 22,000 في مختلف القطاعات الثقافية، الأوبرا، المسرح، أصول الثقافة كمان كان ليها مجهود كبير ودور كبير جدا خلال هذا العام، هيئة الكتاب، ترجمة، فنون تشكيلية، مهرجانات وغيرها كمان من الأنشطة الثقافية المختلفة. أنشطة طبعا حرص القائمين عليها للوصول بالمنتج الثقافي للقرى والنجوع والمناطق الحدودية وقرى حياة كريمة، أيضا المناطق الآمنة بديرة العشوائيات، ودعم الموهوبين وذوي الهمم. خلينا نتعرف على حصاد الثقافة المصرية في 2023 مع الدكتور شريف منجود، معاون وزير الثقافة لشؤون المتابعة. صباح الخير يا حضرتك يا فندم. صباح الخير. يعني في البداية هبدأ من رقم 22,000 فعالية، ده رقم مهول وكبير جدا. خلينا نعرف مع حضرتك ونعرف السادة المشاهدين أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية اللي تم تنفيذها خلال 2023. احنا بنتكلم في وزارة الثقافة عن في السنة دي أو سنة 23 كان في اهتمام كبير جدا من معالي وزيرة الثقافة بالتعاون مع أكتر من وزارة، مش بس إن احنا نشتغل لوحدنا، وده ادانا فرصه كبيره جدا ان احنا نبقى متواجدين في انشطه كتيره وفعاليات كتيره على مستوى الجمهوريه. ممكن نقول السنه دي في اهتمام كبير قوي بالمحافظات والانشطه داخل المحافظات، فده ادى العدد الضخم جدا من الانشطه، لان كان في اهتمام كبير جدا من القياده السياسيه بان النشاط الثقافي والمنتج الثقافي يصل للمحافظات، مش فقط للمحافظات الكبرى زي القاهره واسكندريه، لا احنا عايزين نصل للمحافظات كلها. فكان في اهتمام جدا بالنشاط الثقافي في الصعيد، في اهتمام جدا بالنشاط الثقافي في المحافظات الحدوديه، وكانت السنه دي الوادي الجديد ده عاصمه الثقافه المصريه، وده ادى زخم كبير جدا في النشاط الثقافي في المنطقه ديت، فده اللي خلى الفعاليات تبقى بالحجم الكبير ده. طبعا الفعاليات زي ما تفضلتوا في الاول كده ان هي متوزعه في انشطه كتيره جدا، يعني في مجال المسرح، في مجال السينما، في مجال الفنون التشكيليه، في مجال الصناعات الابداعيه، ومجال الصناعات الابداعيه خد مساحه كبيره جدا من الاهتمام على مدار السنة. عظيم جدا. طيب ازاي تم توزيع هذه الفعاليات على المحافظات؟ يعني هل في محافظة مثلا كان فيها عدد اكبر من الفعاليات لاحتياجها لافتقارها مثلا خلال الفترة اللي فاتت لأنشطة ثقافية، فحبينا نكثف مثلا في هذه المحافظة؟ توزيع الفعاليات دي كان عامل ازاي؟ احنا بنشتغل وفق برنامج الحكومة، وبرنامج الحكومة فيه يعني هدف اساسي جدا وهو بناء الانسان المصري، ونقطة اساسية جدا في البرنامج ده العدالة الثقافية وتغطية الاماكن المحرومة ثقافيا في مصر، وده كان موجود جدا في كتير من الانشطة، بداية من الانشطة اللي حصلت في حياة كريمة ومشروع اهل مصر
على المحافظات الحدوديه. وخليني اقول لك ان كانت المحافظات الحدوديه اكتر المحافظات اللي حصل فيها كم كبير من الانشطه، لانها كانت الفتره اللي فاتت يعني الاهتمام بيها ما كانش بالصوره الضخمه ديت، فكان القيادة السياسية يعني وجهت ان لازم تكون المحافظات الحدودية اولويات العمل الثقافي، وعشان كده كانت معظم الانشطة الكبرى كمان بتتم هناك. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان هو مش فكرة ان المحافظة دي كانت عدد سكانها قد ايه او كده، لا هي ما كانش فيها انشطة فاحنا ابتدينا نخش بالانشطة بتاعتنا خلالها. في اماكن هناك كان المواقع الثقافيه فيها تحت الانشاء تحت التجديد والاحلال، ده تم معالجته خلال العام دوت، فلما الموقع الثقافي بقى موجود فبقت الانشطه اوريدي موجوده. الحقيقه يا فندم انه يعني من اهم النقاط فكره دخولكم لوصولكم للاطفال تحديدا، لو هنتكلم اطفال العشوائيات او حتى المناطق الخطره، ده كان تحدي كبير جدا، وفكره الوصول للاطفال دي تحدي كبير قوي، لانه الاطفال دي نشات في ظروف الى حد ما صعبه، ولو هنتكلم ثقافيا هي صعبه جدا الحقيقه. فحابه اعرف من حضرتك في البدايه كانت ايه اهم العوامل اللي كنتوا حريصين انها تبقى موجوده، الخطه حتى عشان تبداوا ان انتوا تدخلوا الاطفال دي وتتكلموا معاهم. يعني احنا في المشروع اللي حضرتك مثلا بتكلم عنه كبديل العشوائيات، مشروع مهم جدا وكان اهتمام كبير جدا من سياده الرئيس بيه، وكانت معالي الوزيره مهتميه جدا بتنفيذه بصوره لائقه جدا، وزي ما حضرتك تفضلت فعلا كان في يعني تحدي كبير جدا هو ازاي الوصول للتعامل مع الثقافه ديت، خلينا نقول مع البيئه المحيطه ديت. فكان البرنامج الموضوع هو التعامل مع الثقافة والبيئة دي بالصورة المناسبة ليهم دون المساس بأي يعني أي ثقافة تبقى ضد اللي هم بيبقوا مؤمنين بيه أو شايفينه، ولكن نحاول نضفي عليهم روح الحضارة روح العصرنة، وده اللي حصل فعليا. وكان في تعاون مع وزارات أخرى وتعاون مع حي الأسمرات مثلا لما ابتدينا نشتغل معاهم أن يبقى في بيئة آمنة للعمل الثقافي. وعايز أقول لحضرتك أن الأطفال والأهالي كانوا متفاعلين جدا مع الموضوع، يعني كان في بعض الاهالي مؤمنين جدا بان ايه اللي بيحصل ده، وكان في ناس عايزه تقدم اطفالها اللي عنده موهبه في الانشاد الديني، اللي عنده موهبه في القاء الشعر، اللي عنده موهبه في التمثيل، فكان في لا يعني احنا فاجئنا برد فعل الناس كمان، يعني مش بس الشغل اللي احنا عملناه، لا رد فعل الناس، وده بياكد على فكره ان الطفل نفسه فاهمه كويسه جدا. صحيح. وممكن نقدر ان احنا لما نروح له نطلع منه احسن نصنع معلومة. شخصيه صحيح. وهو مستني ده، يعني هو فكره ان لا في ثقافه معينه ضد الفن او ضد الفنون الثقافه او ضد، بالعكس خالص، احنا لما رحنا شفنا الناس متفاعله جدا، شفنا الناس عايزه تنفذ، حتى عايزين يخرجوا من المكان بتاعهم ويروحوا يشوفوا اماكن اخرى، وده اللي حصل. يعني بقينا ناخدهم من الحي بتاعهم ونوديهم يتفرجوا على مسرح، يتفرجوا على عروض، فده فرق معاهم نفسيا جدا، حسسهم بوجودهم داخل المجتمع وحسسهم باهميه الفن. ودايما يعني حتى معالي الوزيره دايما كانت في الاجتماعات توجه لفكره ان احنا اللي نروح للناس، احنا اللي نوريهم احنا مين، احنا بنعمل ايه، ما نستناش هم يجوا لنا. صحيح. احنا وزاره بنروح للناس، يعني انا الجمله دي طول الوقت بترددها. ده عظيم جدا. نيجي الفعاليه الثقافيه والتنويريه الابرز وهي معرض القاهره الدولي للكتاب. كل سنه بيشهد تجديد وكل سنه بيشهد تغيير واضافه، وفي النسخه اللي فاتت النسخه 54 اعتقد وصل عدد الزوار 3.5 مليون زائر، واعتقد ان ده كان رقم كبير جدا. ايه اللي حققه المعرض خلال النسخه اللي فاتت واحنا خلاص بنستعد لنسخه جديده ان شاء الله في شهر 2 اللي جاي، ويعني حجم المشاركه ده بيعكس ايه؟ معرض القاهره الدولي للكتاب يعني احنا بنعتبره من اهم الفعاليات مش بس المحليه في مصر، لا ده الدوليه كمان. المنطقه كلها بتستنى معرض القاهره الدولي للكتاب، المنطقه المحيطه بينا كلنا بتستنى المعرض. احنا المعرض السنه اللي فاتت كان فيه 1047 ناشر، لم تخني الذاكره في الرقم، وده رقم كبير جدا. الفعاليات اللي فيه وصلت يعني لاكثر من
يعني 500 فعاليه على مقاصد متنوعه جدا في مجالات في مجالات مختلفه. وخليني اقول لحضرتك ان ده بيأكد على رياده مصر الثقافيه في مجال النشر وصناعه الكتاب. الورش اللي اتعملت في معرض الكتاب السنه اللي فاتت لقت صدى كبير جدا من الجمهور، الندوات اللي تمت، الملتقيات اللي كانت موجوده داخل المعرض، وطرح كثير من النقاش حول التطرف الفكري وقبول الاخر، وكانت حاجه يعني ملفته جدا السنه اللي فاتت. السنه دي هم بيكملوا نفس المسيره، وبقى فيه اهتمام كمان بالنشر الالكتروني، فده في حد ذاته هيبقى شيء مختلف ودخول لمرحله جديده في عالم النشر. دكتور، حديثنا مستمر مع حضرتك، لكن اسمح لنا دلوقتي نروح نتكلم كمان عن الفن التشكيلي. الحقيقه بيعتبر واحد من مجالات الفن اللي ليه دور قوي جدا في بناء الوعي الثقافي ايضا، تحديدا لو هنتكلم عن الدور المصري لتوعيه اكتر بالثقافه في 2023، مبادرات وانشاء بيوت تراثيه، مهرجانات. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيليه وصندوق التنميه الثقافيه اللي معانا على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك. من المبادرات المهمه ايضا نظمتوها هو بستان الابداع، وايضا انت مش لوحدك، كلمنا عنهم وعن اهدافهم يا فندم. الحقيقه في البدايه كان في انت مش لوحدك، وكان ده بيستهدف الاطفال من الحالات الخاصه المتنوعه، وكنا بننظم لهم او ما زلنا يعني بننظم لهم لقاء شهري على الاقل في احد المنشات التابعه لقطاع الفنون التشكيليه، لتوفير نوع من انواع الثقافه الفنيه، سواء من خلال تواجدهم داخل المتحف او من خلال اقامه ورش وفعاليات فنيه. اما بستان الابداع فالموضوع كان مختلف شويه، لان كنا بنشتغل مع الاطفال الاصحاء. وده بيقوم على تنفيذ مناقب محمد كمال بشكل دائم، وبنتحرك لاطفال المدارس واطفال دور الرعايه، بننتقل بيهم الى اماكن مختلفه. ويمكن من ابرز الاشياء اللي تمت في خلال شهر اكتوبر ثلاث جولات لبستان الابداع في مدن القناه تزامنا مع حرب اكتوبر. وبيكون الهدف الرئيسي هو اثاره مخيله الاطفال من خلال نقاشات مفتوحة وعروض تقديمية حول التاريخ المنطقة أو المكان أو المناسبة. إيه اللي اكتشفتوه يا أستاذ وليد من هذه اللقاءات عند الأطفال؟ إيه اللي اكتشفتوه من هذه اللقاءات والجولات اللي قمتوا بيها عند الأطفال؟ حالة الوعي عند الأطفال عاملة إزاي؟ الاستجابة عاملة إزاي؟ هو ده بالتحديد حالة الوعي، لأن بنتفاجئ دايما من الطفل المصري على غير ما نتوقعه. يعني هو بمجرد ما بيلاقي فيه نوع من انواع الاهتمام وفي حد بيكلمه بجديه وبيعرض عليه الامور في سياقها التاريخي السليم بشكل متدرج، الحقيقه بيكون الاستجابه رائعه، وبيتم ده مباشره او بنلحظه مباشره كمان في النتيجه اللي بتتم بعد نهايه هذه الحالات من العصر الذهني مع الاطفال، بتكون مشاركاتهم الحقيقه مبهره جدا. طيب لو هنتكلم عن مركز الحرف التراثيه فندم بالفسطاط اللي شهد كمان افتتاح بيت التراث، اهميه وجود مركز متخصص زي ده، خاصه طبعا بعد تسجيل النقش على المعادن ضمن قوائم التراث الثقافي غير المادي بمنظمه اليونسكو. مركز الحرف التراثيه واحد من اهم المراكز التي تعمل في هذا المجال في مصر، بالاضافه الى مراكز اخرى تابعه لقطاعات الوزاره، ولكنه هو الأكثر شهرة والأكثر تخصصا أو يمكن كمان الأكثر إنتاجا. اللي بيزيد من أهمية هذا المركز في هذه الفترة هو احتوائه على مجموعة من الفعاليات، ليس فقط مجرد مجموعة الورش أو مركز الخزف، ولكن كمان تبنيه لمبادرة صناعة مصر، وكذلك وجود مبادرة بيت جميل مع مدرسة الملك تشارلز من انجلترا، بالاضافه الى مؤخرا زي ما حضرتك اشرتي كان افتتاح او التدشين بيت التراث المصري، اللي ان شاء الله هيكون كمركز بحثي وتوثيقي لكل ما يتعلق بالتراث المادي واللاماتي المصري، كنقطه مركزيه في مجال الثقافه تتبنى وتجمع كل ما يتعلق بموضوعات التراث في مصر ان شاء الله. عظيم. استاذ وليد، ايه تاني مسابقات نظمتوها خلال السنه دي؟ لا، المسابقات في قطاع الفنون التشكيليه بتكون اساسها اهمها يعني فنون الشباب، وده كان في يناير الماضي،
وان شاء الله بنستعد لافتتاح الدوره الجديده يوم 9 يناير القادم، ودي اهم واكبر مسابقه لشباب الفنانين التشكيليين. ده بالاضافه الى امبارح بس اعلنا جوائز مسابقه المواهب الذهبيه، وهي موجهه للقدرات الخاصه في مجالات الغنى الفردي والغنى الجماعي والرقص الفردي والرقص الجماعي، وتم استحداث هذا العام فئتين جديدتين للتسابق في المواهب الذهبيه كانوا هما مسابقه الانشاد الديني والفنون التشكيليه. ومعالي الوزيره شرفت امبارح الحفل الختام ووزعنا الجوائز على الفائزين في هذه المجالات. لكن بشكل عام في مجموعات كبيره من الجوائز والمسابقات بتتم بشكل دوري يمكن شهريا في كل المراكز التابعه لقطاع الفنون التشكيليه وقطاع تنظيم التنميه الثقافيه في مجالات متعدده في كل المجالات. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيليه وصندوق التنميه الثقافيه، شكرا لحضرتك يا فندم. هنرجع مرة أخرى لحضرتك، وإحنا بنتكلم عن الفن التشكيلي أو حتى مسرح التجوال أو حتى المعرض القاهرة الدولي للكتاب، فعاليات كتير جدا الحقيقة، يعني لو قعدنا إن إحنا نعدها مع حضرتك حقيقة هنحتاج إن إحنا نفرد لها يمكن حلقات. بس عايزة أعرف من حضرتك ردود الأفعال، يعني لما ابتديتوا تقتحموا الأماكن دي وتدخلوا الأطفال دي تحديدا، وأنا مهتمة جدا بفكرة الأطفال كمان، ردود الفعل كانت عاملة ازاي؟ وهل لاحظتم تحول حتى في ردود الافعال مرة عن مرة؟ عايز اقول لحضرتك ان احنا يعني لما شفنا ردود افعال الجمهور والاطفال على وجه الخصوص في المحافظات، خصوصا في مسرح التجوال مثلا على سبيل المثال، المسرح لو حضرتك شفتي الفعاليات اللي بتتم، لا يعني عدد الناس المحيطة بالمسرح اكبر من التوقع. يعني القرية كلها بتيجي، القرية اللي جنبها، يعني الموضوع ما بقاش بس مقصور على المكان اللي بيتم فيه الفعالية. ده خلانا نهتم جدا الفترة الجاية بعمل كمان حتى استبيانات نشوف ما قبل النشاط وما بعده أثناءه الدنيا ماشية ازاي، وده شيء مهم جدا ومهتمية به جدا معالي وزيرة الثقافة، لأني عايزين نشوف أثر العمل الثقافي، والأثر ده موجود دلوقتي برد فعل الناس انهم مستنيين النشاط اللي جاي بعد كده. يعني امتى هتعملوا نشاط زي ده تاني؟ طيب في نشاط في مجال تاني من المجالات، يعني لو كان المسرح المقدم، طب في هل نشاط في مجال السينما؟ طب هل في نشاط تاني في مجال فنون؟ يعني في اهتمام كل طفل او كل شخص مهتم بنوع معين من الفن بيسال عليه. وده بيأكد على فكره ان الناس منتظره العمل العمل الثقافي، منتظر ان العمل يروح لها فعلا. السنه دي كان في خروج من المكان، يعني ان مش بس المكان او قصر الثقافه داخله يتم النشاط، لا هيتم النشاط في الشارع، هيتم النشاط زي ما حضرتك قلت وزاره هي اللي بتروح هي اللي بتروح بالظبط، هيتم النشاط في المدرسه، تم التعاون مع وزاره التربيه والتعليم، وزاره التعليم العالي، فابتدى يتم النشاط خارج المنشاه، لان المنشاه محاط بيها مجموعه من البيوت، لكن اللي بعد كده او في مسافه اخرى، فابتدت الخروج من ده. ده خلى الاهتمام اكتر بتنميه ورعايه الموهوبين. يعني السنه دي كان مزدهر جدا بالانشطه الخاصه بتنميه ورعايه الموهوبين فنيا في مجالات كتيره من الفنون. ان شاء الله بكره مثلا على سبيل المثال هيبقى في توقيع بروتوكول مع مؤسسه مصر الخير، ومشروع قومي ان شاء الله يبقى ضخم جدا ويحقق الغرض، وهو الثقافه حياه. هيبقى الاهتمام بتنميه الموهوبين ورعايتهم في محافظات مصر المختلفه، هنخش 780 قريه، يعني الترتيب على ان احنا نخش 780 قريه في خلال الثلاث سنوات القادمه. طيب عظيم. دايما احنا متصدر لنا صوره كده ان الاطفال بتاع الجيل الحالي مش بتوع قراءه، عايزين المعلومات في الفيديو والصور والرسوم المتحركه والحاجات دي كلها. هل من خلال جولاتكم لما نزلتوا المحافظات المختلفه وشفتوا وتابعتوا من خلال المكتبات المتنقله، لقيتوا في اقبال من الاطفال على القراءه؟ المشروع المكتبات المتنقله غير الصوره ديت، يعني اكد على ان لا الطفل مش بس مش عايز يعني مرتبط بالتكنولوجيا، لا بالعكس هو مستني برضو ان يشوف حاجه جديده، حاجه مختلفه تتقدم له القراءه بصوره مختلفه. المكتبات المتنقله مش بس كانت بتقدم ان يمسك كتاب يقراه، لا ويحتك، يناقش الكتاب، يشارك في ورشه من الورش اللي موجوده، مع عوامل جذب برضه الكتاب مهمه جدا. عوامل الجذب صحيح، عوامل الجذب كانت مهمه جدا، اختيار الكتب اللي كانت محطوطه في المكتبه للطفل،
في مجالات مختلفة، فده كله في حد ذاته يعني ادى زخم للنشاط واكد على ان الطفل برضو مش الصورة الذهنية اللي احنا حاطينها على اطفال العصر ده. لو اتحط في البيئة المناسبة بالظبط بالظبط احنا برضو لازم نروح له. طيب عظيم جدا. لسه كلامنا مستمر مع حضراتكم عن حصاد الثقافة المصرية في عام 2023. دلوقتي هنتعرف على الدور اللي قامت به الهيئة العامة لقصور الثقافة في عملية بناء وعي الإنسان من خلال طبعا فروعها المختلفة في المحافظات. تفاصيل أكتر هيعرفنا عليها الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. صباح الخير عليك يا أستاذ عمرو. طبعا كده استاذ محمد بكر زمانه. صباح الخير حضرتك. من ضمن الانشطه المهمه والافتتاحات كان لهيئه قصور الثقافه النصيب الاكبر، لو حضرتك تكلمنا عن ابرز المواقع اللي تم افتتاحها خلال هذا العام. فندم، هو الهيئه العامه للثقافه عملت خطه طبعا برعايه معالي الوزير الدكتور نبيل الكيلاني، كانت موافقه في سنه 2023 على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى الأنشطة. احنا نبدأ نتكلمنا على البنية التحتية زي حضرتك ما قلت كده، احنا عندنا عدة افتتاحات تمت في 2023، حوالي 7 افتتاحات بالظبط مواقع ثقافية جديدة دخلت الخدمة. أولهم كان قصر ثقافة رود الفرج في يناير 23، ودخل بعد كده قصر ثقافة بيبقى محافظة، قصر رود الفرج كان في محافظة القاهرة، واحنا طبعا محافظة القاهرة محافظة كبر المحافظات الكبيرة اللي كنا بنفتقد فيها لعدة مواقع ثقافية. فده كان أول دخول خدمة رود الفرج كان في يناير 23. بعد كده افتتحنا في إبريل 23 قصر ثقافة بيبقى في بني سويف ودخل الخدمة. بعد كده مكتبة العريس، تم افتتاح مكتبة العريس ومكتبة ضاحية السلام في إبريل 26 بحضور معالي الوزيرة. وكان في قصر ثقافة ناجي حمادي في مايو 23، وكان من أهم الافتتاحات في القاهرة في الجيزة قصر ثقافة السامر، مسرح السامر في شهر 7. مسرح السامر ده كان بيمثل حدث للثقافيين والفنانين في مصر كلهم لان هم مرتبطين وجدانيا بيه، تم افتتاحه الحمد لله في شهر 7 وشغال بطاقه في جميله جدا. اخر افتتاحات تم افتتاحها اللي هو في سبتمبر 23 كان قصر ثقافي طابور المطامير في محافظه البحيره. دي كانت الافتتاحات اللي تمت فعلا على مستوى البنيه التحتيه كافتتاحات تطويرات عاليه، انما في بعض بقى الصيانات والحاجات اللي شغاله كانت شغاله على مدار الافرع الثقافيه الفتره اللي فاتت. نيجي بقى على مستوى الانشطه والانشطه الفنيه اللي اشتغلت. الهيئه العامه للثقافه قدمت عده فعاليات ومبادرات كبيره جدا خلال 23، اهمهم المشاركه في حياه كريمه. احنا شاركنا في حياه كريمه بقيمه بقوه وايجابيه كل القرى الداخله في مؤسسه الحياه الكريمه، سواء بالتعاون مع مؤسسه الحياه الكريمه او بأنشطة الهيئه العامه لقصور الثقافه. نفذنا عده فعاليات كبيره جدا في حياه كريمه. مشروع عندنا من المشروعات المهمه جدا في وزاره الثقافه اسمه مشروع اهل مصر، دمج اهل مصر وبتاع المناطق الجنوبيه الست مناطق اللي هم شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الاحمر واسوان والبحر الاحمر واسوان والوادي الجديد ومطروح. دمج اهل مصر في ست محافظات دي بيشتغل على الثلاث محاور، ثلاثه الشباب والمراه والطفل. اشتغلنا عده فعاليات كثيره جدا فيهم خلال 23، اخرهم لسه من اسبوعين ختام اهل مصر رود الفرج للاطفال وختام اهل مصر للفتيات في اسوان. في مشروعات ثانيه من المشروعات الكبرى عندنا مشروع سينما الشعب اللي دخل بين الهيئه العامه لقصور الثقافه الخدمه. دخلنا الخدمة عدة أصول ثقافية نشر الثقافة. طبعا معظم المحافظات سينما الشعب يا فندم وصلت لكم محافظة؟ 22 محافظة حاليا. هايل. طبعا بنشكر 22 محافظة، ده رقم كبير طبعا. أكيد طبعا، يعني احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. دكتور هاجر حضرتك مرة تانية، سينما الشعب كمان يعني أعتقد أنه من أهم المبادرات، وكمان فكرة أنه ده سينما الشعب كانت من ضمن المبادرات اللي كان بالتعاون كمان مع الشركة المتحدة. ففكرة حرص أو تكامل الجهود بين كل الأذرع الإعلامية أو الثقافية والقوى الناعمة لمصر أنها تبقى حريصة أنها توصل كمان للأطفال وتوصل حتى للكبار اللي ممكن ما يكونش كان ليهم نصيب كبير قوي من فكرة الثقافة أو الوعي الثقافي، دي كمان كانت خطوة مهمة قوي. صحيح، هو شيء مهم جدا او ان نشوف ايه اوجه القصور ونحاول ان احنا نعالجها. من ضمن اوجه القصور ان ما كانش في قاعات سينما موجوده في المحافظات، يعني صحيح. مش فقط كمان علشان التكلفه او عشان التذكره غاليه، لا، هو في بعض المحافظات ما فيهاش قاعات سينما.
فكان التوجيه لفكره ان احنا لازم نبقى موجودين كقاعات سينما. فن السينما فن مهم جدا طبعًا. وفن شعبي جدا وفن بيصل لجمهور سريعا وفن مهم قوي. فكان التوجيه ان لازم سينما الشعب يتم تدشينها. ومع الفتره الاخيره او السنه ديت احنا زودنا عدد قاعات السينما طبعا زي ما تفضل الاستاذ عمرو في قصور الثقافه نفسها قاعه سينما سينما الشعب بيتم عرض فيها احدث الافلام اللي موجوده في الموسم السينمائي بتكلفه بسيطه جدا بالتعاون طبعا مع شركه المتحده وده لقى نجاح كبير جدا وخصوصا في المحافظات اللي كانت محرومه فعلا سينمائيا يعني احنا يعني هي كانت محرومه ما كانش عندهم حتى قاعه تقدر ان هي تبقى موجوده فاحنا لا ده بالعكس في بعض الاماكن ما كانش فيها ده خصوصا في الصعيد يعني فقدرنا ان احنا نصل لعدد قاعات سينما زي ما تفضل استاذ عمرو قال في 22 محافظه وده شيء مهم جدا وان شاء الله الفتره الجايه اظن هنصل لكل الاماكن. اساس بناء الانسان هو الوعي والثقافه وانتم عليكم دور كبير جدا في هذا الامر. بنشكر حضرتك طبعا. عدد الفعاليات زي ما ذكرنا 22000 فعاليه ان شاء الله السنه الجايه ننتظر منكم ان شاء الله اكيد. الدكتور الشريف المنجود معاون وزير الثقافه لشؤون المتابعه شكرا جزيلا ليك. شكرا لحضرتك. شكرا ليك. شدينا فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. لاول مره في مستشفيات الصعيد تم استئصال ورم باستخدام تقنيه الطباعه ثلاثيه الابعاد بقسم الجراحه العامه في مستشفى سوهاج الجامعي. طبعا تم تشكيل لجنه طبيه متخصصه في هذا النوع من الجراحات الدقيقه نتج عنها طبعا نجاح هذه العمليه الحمد لله واستقرار حاله المريض. عايزين نعرف تفاصيل اكتر. معانا على التليفون الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس اداره المستشفيات الجامعيه بسوهاج. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور يا فندم. حضرتك يا اهلا بيك بخير الحمد لله. لو في البدايه حضرتك تطمنا على حاله المريض. الحاله الحمد لله هي الحاله مستقره ودي كانت احد الحالات الحديثه جدا اللي اتعملت في مستشفى سوهاج الجامعيه. المريض كانت بتعاني حضرتك من ورم في الفك الايمن وده كان ورم يعني حضرتك عميق. الجراحه حضرتك استمرت تقريبا 8 ساعات. الطباعة ثلاثية الأبعاد هي اللي بتحدد لنا حضرتك مدى امتداد هذا الورم وحدوده. لأن احنا حضرتك دايما لما بنستأصل الأورام دي لابد ان يكون لها حضرتك حد آمن تستأصل عنده علشان ما يرتدش مرة أخرى. فده بيساعدنا جدا حضرتك الطباعة ثلاثية الأبعاد دي انها تحدد يعني مدى العمق اللي واصل له هذا الورم. اتشكل لجنة من الجراحين الأستاذ منصور كمال الشرقاوي والدكتور أحمد جابر والدكتور أسامة عانس هما اساتذه جراحه وجه وفكين. استمر الفريق العمل مع اساتذه قسم التخدير والعنايه المركزه. استمر العمل تقريبا 8 ساعات واعيد الامور على ما هي عليه. بعد ما بيصاص الورم بيتعمل له حضرتك زي فلاب او بيتعمل له زي جزء صناعي علشان شكل الوجه لا ما يبقاش فيه نوع من التشوه. فالحمد لله الحاله استقرت جدا. وامورها كويسه. احنا انا مرينا عليها امبارح كانت حالتها كويسه الحمد لله. الحمد لله. بس دكتور مجدي طبعا بعد التحيه بس برضو يعني ممكن حد دلوقتي بيسمعنا يقول يعني ايه برضو ايه علاقه استخدام تقنيه طباعه ثلاثيه الابعاد وتحديدا الطباعه بقسم الجراحه العامه؟ يعني لو حضرتك تشرح لنا. الطباعه مش بالمفهوم الطباعه الورق اللي احنا حضرتك بنشوفها. هو حضرتك ده واحنا شغالين حضرتك بيبقى فيه حاجات اجهزه زي اجهزه سي ارم كده. الاجهزه دي حضرتك هي اللي بتعمل ثلاثي الابعاد لان انت لو خدتي بعدين بس مش هتقدري تعرفي الورم ده واصل لحد فين. واخده بال حضرتك؟ فثلاثي الابعاد ده كانه مجسم يعني ده دي طباعه مجسمه. الطباعه المجسمه بتديكي كل ابعاد الورم من كل الاتجاهات لكن هو في التصوير العادي اي حد بياخد بعدين بس. البعد الثالث ده حضرتك هو اللي بيقول لك مدى قد ايه حضرتك الورم ده داخل في العمق قد ايه. لكن الطباعه دي طباعه مجشمه يعني لما بناخد اجهزه السي ار او اجهزه الاشعه دايما بتدي بعدين. لكن لما باجي اطبع على البعد الثالث هو اللي يقول لي الورم ده انتهى عند فين بالظبط. لو بعدين بس مش هقدر اجيبها. وبعدين حضرتك جزء الوجه والفكين ده ما هوش جزء استكشافي مش زي البطن مثلا. استكشاف العظم يختلف تماما لازم يبقى فيه بعد ثالث تقدر تشوف بيه. لكن لما بنستخدم على لما بنشتغل على سوفت تيشو او على انسجه رخوه ده بيبقى سهل جدا. لكن حضرتك في الوجه في الفك ده الفك ده ممتد في كذا اتجاه
وبالتالي حضرتك لازم يبقى في بعد ثالث يقول لك الورم انتهى عند فين. طيب ده عظيم جدا. ده يخلينا نسال حضرتك، هل احنا دلوقتي عندنا رؤيه معينه لتعميم استخدام تقنيه الطباعه ثلاثيه الابعاد في كل بقى الجراحات والتدخلات الطبيه؟ طبعا دي حضرتك حاجه حديثه، دي تقنيه حديثه جدا، يعني احنا دايما في مستشفيات الصحه الجامعيه بنبقى حريصين على استخدام كل التقنيات الحديثه اللي موجوده علشان نقدر نحقق احسن نتائج بالذات في جراحات الاورام. لان هي المشكله كلها في جراحات الاورام هي ارتداد الاورام بعد استئصالها. يعني انت حضرتك بتستأصلها، لو الاستئصال غير كامل لا حتى. فالبعد الثالث اللي بتضيفه الطباعه ثلاثيه الابعاد هو اللي بيساعدنا في ده، هو اللي بيساعدنا على الاستئصال الكامل للاورام. طيب يعني التقنيه دي برضه يا دكتور محتاجه اليه تدريب معينه، لو حضرتك تكلمنا عن اليه تدريب الاطباء في المستشفيات الجامعيه بسوهاج لانها تقدر تواكب احدث التطورات الطبيه وتدخل التكنولوجي. هقول لحضرتك، اولا حضرتك احنا معظم تقريبا اكثر من 50% من الاطباء واعضاء التدريس في كليه الطب في الاقسام الاكلينيكيه تلقوا شهادات الدكتوراه بتاعتهم خارج مصر. ده اولا. ثانيا حضرتك حتى من هم داخل مصر بيبقى في نوع من التبادل العلمي بين والبروتوكولز بين الاجهزه العلميه المختلفه داخل الدوله، يعني مثلا بيبداوا يتدربوا في جامعات اخرى، في مراكز بحثيه اخرى، كل ده حضرتك بينصب في النهايه على تحسين الاداء وعلى زياده الخبرات. فاحنا بنقدر نستفيد من الناس حضرتك اللي هي اتدربت خارج مصر بترجع عشان تدرب زملائها، ده اتجاه. الاتجاه الثاني هو تبادل الخبرات العلميه مع المراكز البحثيه الاخرى داخل مصر. يعني احنا دلوقتي حضرتك مثلا هتلاقي ناس عندنا هتيجي تتدرب على ده داخل سوهاج، ناس عندنا من سوهاج هتبدا تتدرب خارج في مراكز بحثيه اخرى في الجامعات الاخرى. فده التبادل العلمي ده هو اساس المعرفه. طبعا هو اساس المعرفه. طيب دكتور مجدي، احنا دايما بنتكلم عن تطوير المناهج في هذا المجال، هل تم تطوير المناهج اللي بيدرسها الطلبة وهم في كلية الطب قبل التخرج بقى؟ وزي ما حضرتك ذكرت انه في مناهج بيدرسوها مثلا من خلال منح او من خلال سفرهم للخارج، لا انا بتكلم على المنهج اللي بيدرسوه في كليات الطب. حضرتك فندم دايما المناهج بتخضع لرؤيه عامه، يعني ما يبقاش مثلا كليه طب سواج لها رؤيه عامه في المناهج. انا المناهج فاهم طبعا. تمام. فاحنا التدريس عندنا جزئين، جزء ما قبل اللي هو الجزء بتاع البكالوريوس، ثم الجزء الدراسات العليا. البكالوريوس ده حضرتك بيخضع لبروتوكولز ولوائح معينه بيمشي عليها الطالب، ولكن دايما بنبقى حريصين حتى في المحاضرات بتاعتنا ان احنا نشير الى ما هو حديث، الطالب بس يعرف المعلومه لكن مش همتحنوا فيها. تبقى اشاره بس ان ده الحديث اللي معروف، ونبقى حتى لما بنتناقش معاه بنختبر بس مدى درايته بالمعلومه ايه؟ معرفتها. لما بيبدا يدخل في التخصص ويدخل داخل التخصص يبقى في تخصص دقيق، فهي المساله حضرتك مرتبه. يعني انا مثلا حضرتك لما اجي ادخل الجراحه العامه، داخل الجراحه العامه الاقي جراحه الوجه والفكين. فالوجه والفكين دي هتعتبر جزء تخصص دقيق داخل الجراحه العامه. فبيبدا كده يبقى في ناس بدات تدخل وداخل التخصص الدقيق هيلاقي حاجات ثانيه، معلومات اكثر دقه. اللي في التخصص العام بيبقى عنده فكره، لكن اللي في التخصص الدقيق ده هو اللي بيؤديها. هي دكتور يعني مجال الطب بشكل عام من احد المجالات اللي دايما بيبقى العاملين بها طول الوقت لازم يكونوا في دراسه الحقيقه، ما ينفعش ابدا انه الدراسه تقف او يكتفي بالمعلومات او بالدرجه العلميه اللي وصل ليها، طول الوقت لازم يكون بيدرس وبيشوف ايه الجديد وبيعرف تفاصيل اكتر، لان كل يوم بيكون في جديد خاصه في الامراض والعمليات الجراحيه والادويه وما الى ذلك. والحقيقه احنا الدكاتره كمان والاطباء المصريين لا خلاف عليهم. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور مجدي القاضي رئيس مجلس اداره المستشفيات الجامعيه بسوهاج، شكرا جزيلا لحضرتك. بكده يا مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا مع حضراتكم، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.